الوداد يطيح بسان داونز ليلاقي الاهلي للعام الثاني على التوالي في نهائي الابطال. النهارده الوداد عمل ما هو اقرب للمفاجاه بالاطاحه بسان داونز المرشح الاول للبطوله بعد اداء كبير من الفريق المغربي. علشان يصطدم الوداد بكبير القاره النادي الاهلي وعلشان يستضيف ملعب محمد الخامس النهائي للعام الثالث على التوالي. وما بين اراء حول الافضل للاهلي، هل هو سان داونز ام الوداد؟ تبقى الحقيقة الثابتة أن من يواجه النادي الأهلي هو اللي يخاف ويخشى. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. خلاص حسم الأمر وعرفنا مين يواجه النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. اليوم عكس كثير من التوقعات، صعد الوداد المغربي عن كل استحقاق وجدارة لنهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه النادي الأهلي في مباراتي الذهاب والعودة، 4 يونيو في القاهرة، 11 يونيو في المغرب على ملعب محمد السادس. النهاردة الوداد على ملعب سان داونز في جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبي في المغرب ذهابا في نصف النهائي، اليوم في مباراة الإياب قدر ينهي المباراة 2-2. سان داونز تقدم أولا في الدقيقة 50 عن طريق زواني، وفي الدقيقة 72 تعادل أيوب العملود للوداد، وفي الدقيقة 79 أضاف بيتر شلويلي الهدف الثاني لسان داونز، ولكن متوبي سجل هدف التعادل للوداد، هدف عكسي من لاعب سان داونز في الدقيقة 83. 20 دقيقة نارية نارية. الوداد النهاردة عمل مباراة رائعة جدا دفاعيا، حتى لو في بعض الأخطاء، ولكن قدر يحجم سان داونز الرهيب بصراحة، بيلعبوا كرة حلوة قوي. الوداد النهاردة عمل مباراة كبيرة على مستوى الكرات العرضية سواء المتحركة أو الثابتة، وهي نقطة وسلاح الوداد القوي جدا. هنتكلم كتير في الأيام اللي جاية عن الوداد ونقاط القوة ونقاط الضعف فيها قبل مواجهة النادي الأهلي. النهاردة سان داونز للمرة الخامسة على التوالي، ما يقدرش يبقى متصدر مجموعته يخرج من الدور ربع النهائي أو الدور نصف النهائي، حتى مع أداء مميز وأداء جيد جدا وفريق محترم جدا، مش فريق بطولة سان داونز بصراحة، ما عندوش الشخصية بتاعت الفريق البطل. لكن الوداد اللي بيصعد لرابع مرة للمباراة النهائية في آخر 7 بطولات، الأهلي انتوا عارفين سادس مرة في آخر 7 بطولات في المباراة النهائية، فالفرقتين تتكلم على الأهلي والوداد هما أهم فريقين في القارة الأفريقية في آخر 7 سنوات. الأهلي رقم 1، الوداد رقم 2. الوداد هو حامل لقب البطولة وفاز بهذه البطولة. لو تفتكروا الموسم الماضي مباراة الملعب الواحد أو المباراة الواحدة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لما الوداد استضاف هذه المواجهة وحاجات كده تفكرنا بتاعت الكاف وليل المغرب اللي تستضيف وخلافه، وفاز بهذه البطولة على حساب النادي الأهلي. لكن البطولة دي بطولة غير، ذهاب إياب في القاهرة. نخلص الحكاية في القاهرة إن شاء الله يوم 4 يونيو، نخلص الحكاية بدري بدري قبل ما نروح لملعب محمد الخامس، الملعب المرعب جدا زيه زي استاد القاهرة. بالمناسبة قبل ما أدخل كنت بتحدث مع مسؤولي النادي الأهلي وبيقول إن هم ناويين يطلبوا الساعة الكاملة لاستاد القاهرة في هذه المواجهة، وإن شاء الله يكون في عدد جماهير كافي يساند النادي الأهلي في هذه المواجهة في القاهرة. مفيش قلق إن شاء الله من جمهور النادي الأهلي، عارفين إنه يساند، عارفين إنه يدعم، عارفين إنه واحد زي 1000 زي 50 زي 100 كلهم صوتهم بيرن في الاستاد، فإن شاء الله الاستاد يكون مليء بجماهير النادي الأهلي وهي تساند النادي الأهلي. ده على مستوى الجماهير، لكن على مستوى الفريق ناس كانت شايفة إنه الأحسن الأهلي إنه يواجه الوداد، ناس تانية كانت شايفة لا تعالى نواجه سان داونز. سان داونز على الأقل ما مش هيبقى عندنا الضغط في الملعب بتاعهم زي الضغط اللي بنشوفه مع الوداد في ملعبهم. الفرق اللي بتاعت شمال أفريقيا بتبقى أصعب على الأهلي من الفرق الأخرى، والكلام ده أصلا في شمال أفريقيا أصعب على الأهلي، دي انسوها خلاص، الأهلي من زمان مخلصها يعني. أنا آخر مرة كان عندنا عقدة شمال أفريقيا ديت سواء منتخب أو فرق تقريبا يعني كانت سنة 2000، احنا بقى لنا زمن خلاص العقدة دي خلصت، فمش محتاجين نقعد نتكلم عنها كل شوية. طيب دي من ناحية.
ناس تانية كانت شايفة أنه مواجهة الوداد أحسن وأسهل عشان سان داونز مستوى رائع جدا بيقدمه في البطولة، والنادي الأهلي يكون داخل البطولة ديت وداخل المباراة دي وعايز يسقر من هزيمته بخماسية، وأنه ممكن ده يسبب له ضغط نفسي وخلافه. أنا الكلام ده كله مش بقف عنده بصراحة. يعني ليه؟ أنا الكبير، يعني الأهلي لما يفكر يقول أنا الأهلي أقلق من مين؟ وليه أقلق أصلاً؟ هاخد المباراة بحرص، مباراة نهائية، هركز، هشتغل، ألعب، بس الطبيعي والمنطقي إنه الخوف والرعب والقلق هتبقى عند الوداد أكتر من الأهلي. الخوف والقلق والرعب كان هيبقى عند صن داونز أكتر من النادي الأهلي لو صن داونز وصل النهائي. ليه؟ أنا بلاعب الفريق اللي لما بيوصل النهائي غالباً بيكسب البطولة، إلا في استثناءات. غالبا بيكسب البطوله النادي الاهلي، هو صاحب الارقام القياسيه في البطوله، في الحصول على البطوله، في ارقام البطوله، في كل شيء، نادي القرن في القاره، كل حاجه. فليه اصلا احنا كل شويه عاملين نقول ايه يا عم كان يا ريتها الصن داونز، يا عم ما بلاش الوداد، يا عم طب ما الوداد احسن من صن داونز، يا عم ولا الهوى ولا تفكر. ليه بقى؟ ليه النهارده انا مرتاح شويه مش متوتر قوي؟ هي مباراة نهائية والوداد جامد، فرقة محترمة جدا جدا يعني، بس ليه مطمن؟ طول ما الأهلي كويس أنا مطمن. خد بالك لو تفتكر نهائي الموسم الماضي الأهلي كان بيمر بمرحلة صعبة على مستوى الأداء، مش بتكلم عن النتائج كمان، على مستوى الأداء وحتى على مستوى النتائج لو تفتكروا وقتها كان يتعثر كثيرا في الدوري، بس على مستوى البطولة نفسها كان وصل النهائي. بس الأهلي ما كانش في أفضل أحواله كفريق، كمستوى، كحالة فنية، ولو تفتكروا كمان بدنية. لكن دلوقتي أنا أقلق على الأهلي ليه؟ لاعبين في أفضل أحوالهم الفنية والبدنية، مدرب حقيقي، مدرب كبير وقدير. إيه اللي يقلقك على النادي الأهلي؟ خايف من إيه؟ قلقان من إيه؟ ما فيش حاجة تقلق خالص يعني. طيب عموما ألف مليون مبروك لنادي الوداد الصعود للمباراة النهائية، والأهلي في انتظار الوداد في مباراة الذهاب يوم 4 يونيو إن شاء الله، ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ يونس جودة، إعلامي مغربي مرافق لبعثة الوداد في جنوب أفريقيا. يا فندم مشرف ومنور. أهلا وسهلا زميلي الكريم وكل الأصدقاء معك في الاستوديو وكل مستمعيه ومشاهديه قنواتكم، اهلا وسهلا. يونس انا بهنيك طبعا على فوز الوداد النهارده في مباراه مثيره جدا، مباراه رائعه جدا من الوداد سواء من الجهاز الفني او اللاعبين، مباراه بالتاكيد كلنا عارفين في القاره الافريقيه انها هتبقى مباراه صعبه، خاصه انها امام فريق هو كان المرشح الاول للبطوله، فريق صن داونز، على ضوء المستوى اللي كان بيقدمه في دور المجموعات. كيف نظرت لهذه المواجهه الكبيره؟ طبعا يعني كلامك صحيح، كانت مقابله صعبه جدا على الفريقين، على اعتبار أن مقابلة الذهاب كانت انتهت بنتيجة 0-0 ما بين الوداد وفريق ماموي صن داونز ملعب كازابلانكا. يعني الوداد وكأنه لم يستفد من دعم جمهوره من أرضية ميدانه، ولكن كان المدرب فاندر بروك يعي جيدا أنه يواجه فريق بأرقام يعني قوية، فريق ماموي صن داونز بخط هجوم يعني قوي. شاهدنا مبارياته مع شبيبة بالوداد، مع أيضا الأهلي المصري، ليس بالسهل الانتصار على الاهلي المصري بخمس اهداف، خصوصا في ملعب لوفتوس بالعاصمه الجنوب افريقيه بريتوريا. يعني كان تخوف كبير من الوداد خصوصا في المقابله في كازابلانكا، لكن ايضا مقابله اليوم كان ايضا فريق ماموزي صن داونز يعي جيدا انه يواجه حامل لقب عصبه الابطال الافريقيه. طبعا مقابله حملت في طياتها مجموعه من التفاصيل المهمه، تابعنا كيف انه فريق ماموزي صن داونز في الربع ساعة الأولى لم يستطع أن يصنع يعني خطورة كبيرة أمام دفاع فريق الوداد، لكن في الشوط الثاني عرفوا كيف أنهم يبادروا وأيضا يفاجئوا دفاع الوداد. يعني في شوط واحد تابعنا أربع أهداف كابتن. طيب الهدف الأول بعد ما دخل هدف صن داونز، تصورت أن المباراة هتروح لسكه انه الوداد هيتخلى عن مناطقه، صن داونز ممكن يسجل الثاني والثالث والمباراه تنتهي، ورغم كده الوداد قدر يتعادل
وبعد التعادل دخل فيهم الهدف الثاني من سان داونز مباشرة. تصورت مرة أخرى أن المباراة انتهت، ولكن إرادة لاعبي الوداد وتركيزهم كان غريب وعجيب النهاردة، وإصرارهم على إدراك التعادل رغم أن الفريق قوي جدا، وإحنا كلنا شفنا سان داونز على مدار البطولة قد إيه فريق قوي جدا تحديدا هجوميا. إيه هي لحظات الشك اللي مرت عليك ومرت على الوفد الإعلامي المغربي وأيضا بعثة فريق الوداد سواء لاعبين أو جهاز فني؟ نعم، هو الشك يعني كان في الشوط الاول، لانه لو تبعت تالق الحارس يوسف مطيع من الحراس ايضا المتميزين الذي هو ثاني حراس فريق الوداد بعد الدولي المغربي احمد رضا التقناوتي الذي اصيب وانتهى الموسم للاسف بالنسبه لاحمد رضا التقناوتي، فيعني هو الحارس الذي مر بالوداد من دور ربع النهائي الى النصف النهائي. لو ذكرت مقابله سيمبا تنزاني في كازابلانكا تعادل ومن بعد مناظر ترشيحيه، كان حاسم يوسف مطيع الشوط الاول، يوسف مطيع اعتبره كان نجم المقابله في شوطها الاول لانه ترك الوداد يعني منافسا يونس على يونس بالمناسبه التأهل. لكن بالمناسبه وانت معايا كده، وانت معايا يوسف مطيع كان له قصه منذ سنوات انه فكر في الاعتزال او خد قرار اعتزال كره القدم. نعم مظبوط. نعم. تتذكر هذه بالفعل؟ بالفعل كانت مرحله من المراحل مرت على يوسف مطيع. نعي جيدا لانه الحارس يعني دائما اصلا اللاعب لكره القدم يجب ان يكون موهوب ثم ان يشتغل ثم ان يبحث عن الحظ ان كان الى جانبه، وان يستغل تلك الفترات ان حلفه الحظ. فما بالك بحارس مرمى الذي يسعى انه ان يكون حارسا بفرق كبيره كفريق الوداد الرياضي والمنافسه الكبيره، لانه احمد رضا التقناوتي لسنوات يعني عرف كيف انه يحافظ على انه يكون اساسي داخل فريق الوداد الرياضي. فيوسف مطيع كانت مرحله من المراحل يمكن المظلمه، ولكن من بعدها يعني خذا تجارب اخرى مع الشباب المحمديه، ومن بعدها خذا فرصه ايضا مع الوداد وعرف كيف يستغل، لانه كان جاهز يوسف مطيع مباشره بعد اصابه احمد رضا التقناوتي دخل مباشره في المنافسات الكبيره. كنتكلموا على ربع نهائي الى تشامبيونز ليج، الان اليوم هو مؤهل الى النهائي لاول مره، فكانت يعني بسيط امل عرف كيف يستثمره يوسف مطيع في المرحلة الماضية، وأيضا يجب أن يستثمر فيها مستقبلا. فقط نتكلم عن يوسف مطيع لأنه الهدف الأول لو لاحظت كانت يعني كرة من يوسف مطيع إلى رضا الجعدي، طبعا مع التقنيين الذي يعرفون كيف ممكن أنهم يحللوا كيف جاء الهدف الأول، كانت كرة كيف خرجت إلى أحمد من اللاعب يوسف مطيع أو الحارس يوسف مطيع إلى رضا الجعدي، من بعدها سرعة زيواني كيف أنه فاجأ أو عرف كيف أنه يستثمر في الخطأ الدفاعي للوداد، يعني من بعدها الوداد عاد الى توهجه، عاد الى البحث عن الهدف التعادل، لانه التعادل 1-1 كان سيؤهل الوداد. الهدف الثاني ممكن كانت اصعب مرحله مر منها الوداد في هذه المقابله، لانه الشك يعني تبادر الى ذهن اللاعبين، الى ذهن ايضا المدرب، المتتبعين، الجماهير، حتى جمهور ماميلودي سان داونز من بعد تسجيل الهدف الثاني يعني كانت فرحه كبيره. لكن الكرة الثابتة لو لاحظت حتى في المقابلة الوداد في مرحلة من المراحل كان يواجه ماميلودي سان داونز بتسع لاعبين فقط بعد إصابة عبد الله حيمود وأيضا إصابة جونيور سامبو، لكن كما نقول يعني بالعامية المغربية الحمد لله ربي دار تاويل وقدر الوداد الرياضي يعني بهدف ضد مرمى فريق ماميلودي سان داونز يعني منح الوداد التأهل الى النهائي للمره الثانيه على التوالي، ويبقى ايضا اكثر فريق مغربي يصل الى المباريات النهائيه. كابتن يونس، انطباعات، انا عارف ان انت قريب من لاعبي الوداد والجهاز الفني، انطباعاتهم او افكارهم عن مواجهه النادي الاهلي في نهائي دوري الابطال؟ طبعا السعاده والفرحه الان بالتاهل الى النهائي طاغيه، والتفكير قبل المباراه النهائيه هم الان يفكرون ايضا في مباراه ربع نهائي كاس العرش. يعني للمعلومة الوداد سيصل غدا بإذن الله في الساعة 1 بتوقيت المغرب، ثم يوم الاثنين ستكون راحة، الثلاثاء سيكون تدريب الأول، ويوم الثلاثاء بالليل سيتوجه إلى مدينة الجديدة ليواجه فريق الدفاع الحسني الجديد في مقابلة ستكون صعبة أيضا على الوداد، لأنه في حال التأهل سنكون أمام موعد كبير نصف نهائي كأس العرش. الوداد والرجاء مباراة الديربي طبعا تعرفون تفاصيلها. مباراة الوداد والأهلي دائما ما كانت في السنوات الأخيرة، لأنه الأهلي تاريخه مع الشامبيونز ليج، لا يعني لسنا نحن من نتكلم عن تاريخ الأهلي في مباريات الشامبيونز ليج، ولكن الوداد يعرف جيدا ويعي جيدا أن الأهلي المصري دائما فريق يضرب له ألف حساب في المواجهات، خصوصا في مباريات عصبة الأبطال
الإفريقية. صحيح أن الوداد سيلعب المباراة الأولى خارج الميدان والمقابلة الثانية ستكون في كازابلانكا، لكن الأهلي المصري طبعا فريق نكون له كل الاحترام، فريق يعني كما تقولون أنتم في مصر فريق القرن، والذي دائما ما يكون متميز في المباريات النهائية كابتن. طيب يونس، هو المفروض أنت قلت لي الوداد لو صعد من المباراة القادمة في كأس العرش هيواجه الرجاء، الرجاء دي موعد هذه المواجهة هيكون إمتى؟ حاليا ليس هناك موعد بالنسبة لمباريات نصف نهائي كأس العرش، لكن مباراة ربع النهائي الرجاء تأهل في المباراة التي واجه فيها في المقابلة ضد فريق شباب المحمدية، الوداد هي المباراة الأخيرة في دور ربع النهائي، سيواجه يوم الأربعاء فريق الدفاع الحسن الجليلي، ومن بعد سيكون مباراة أخرى في الدوري المحلي ضد فريق المغرب التيتوان. يعني هي رزنامة يعني مزدحمة بالنسبة لفريق الوداد على اعتبار أنه ما زال ينافس على أكثر من واجهة، البطولة أمام الجيش الملكي المتصدر، أيضا في كأس العرش واحتمال مواجهة الرجاء في نصف النهائي، وعصبة الأبطال ضد فريق الأهلي المصري. حميد أحداد تأكد غيابه عن مباراة الذهاب، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للإيقاف بسبب الإنذارات. مين من اللاعبين من الوداد تاني هيغيبوا أو تأكد غيابه عن المباراة النهائية سواء لإيقاف أو لا قدر الله بسبب الاصابات؟ حميد احداد بنشال يعني سيكون موقوف في هذه المقابله لحدود اللحظه، ليست هناك ايقافات بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، سيكون فقط بعض الاصابات الموجوده في فريق الوداد الرياضي، نتمنى ان شاء الله انه الطاقم الطبي يتعامل معها، وخصوصا العامل البدني كابتن، تعرف انه يكون الرزنامه يعني مزدحمه، ستكون مجموعه من المباريات كيف سيتعامل معها الطاقم التقني ايضا للبريباراتور فيزيك يعني ريكوبريشن بالنسبه للحاله البدنيه وللاعبين بالنسبه لهذا المحطه المقبله التي ستكون يعني هي مماثله للفينش يعني في رياضه الدراجات الهوائيه، يعني في المنعرج الاخير كيف سيتعامل فريق الوداد الرياضي مع هذه المعطيات كلها كابتن. طيب لاعبي الوداد، لما تحدثت مع لاعبي الوداد تحدثوا ازاي عن الفارق بين المدرب السابق جريدو والمدرب الحالي؟ نعم، هي كما تعرف كابتن يعني الانديه الكبيره كما نقولوا مثل الزمالك، الاهلي، الوداد، الرجاء، الترجي، ماميلودي سان داونز، اعتبروا ان انديه فقط تبحث عن مدربين يمكنهم ان يصنعوا مجموعه كما نقول نحن في الوداد الرياضي عائله، اما باقي اللاعبين انا بالنسبه لي بانه المدرب الناجح هو من يصنع عائله ويصنع مجموعه يمكنها ان تكون متحده في كل الظروف، منهزمه، متفوقه، في حاله شك. فريق الوداد الرياضي هذا الموسم كما لاحظتم بدايه مع الحسين عموته، ثم مع المهدي النصي، ثم مع اخوان كارلوس غاريدو الذي هو دائما غير محظوظ مع فريق الوداد لانه لثاني مره يؤهل الوداد الى النصف النهائي ولا يلعب النصف النهائي عصبة الابطال الافريقيه، الان مع فاندر بروك مدرب بلجيكي، اول مدرب بلجيكي في تاريخ الوداد الرياضي، الوداد تعاقد عليه مجموعه من المدربين ونجوم في التدريب، ايضا كان ابرزهم ويون توشاك نجم ليفربول سابقا، ايضا تكلمنا على مدربين سابقين اسرفوا على الوداد، مع فاندر بروك الذي يعرف جيدا تفاصيل البطوله وايضا العقليه المغربيه لانه اخذ تجربه مع فريق الجيش الملكي، هو كان مدرب سابق ايضا فريق سيمبا التنزاني، حتى خبرته على المستوى القاري افادت الوداد في هذه الرحله الى جوهانسبورغ او بالتحديد الى بريتوريا، فكان يعني دائما ما يخوض معسكرات تدريبيه مع سيمبا التنزاني بجنوب افريقيا، يعني مدرب محنك لديه مجموعه من الامور الايجابيه، واللاعبين بطبيعه الحال بعد وصولهم لهذه المحطه سيكون لديهم من الرغبه من اجل التتويج بالرابع على الملا والثاني على التوالي، خصوصا سيكون لها طعم خاص اذا كانت امام فريق الاهلي المصري، خصوصا احنا نتكلم على لاعبين، لاحظت اليوم اللاعب عبد الله حيمود الذي اعتمده اليوم في وسط الميدان من اصغر اللاعبين ومن ابرز المواهب للمنتخب الوطني المغربي الاولمبي، ارسن زولا لاعب تيبي مازيمبي سابقا من ابرز المدافعين، ايضا رضا الجعدي دولي سابق وايضا حامل لجنسيتين بلجيكيه من مدرسه بلجيكيه وايضا يلعب للوداد الرياضي، الحسين نتكلم ايضا على يحيى عطيه الله الدولي المغربي، هناك يعني بعض يعني مزيج ما بين التجربه وما بين ايضا الرغبه والفتوه وايضا الروح الشبابيه داخل فريق الوداد الرياضي، مقابله النهائي لنكون واقعيين لن تكون سهله لا على الوداد في كازابلانكا ولا على الاهلي بالقاهره كابتن.
طيب أسألك سؤال يا يونس، في رأيك أي مباراة ستكون أصعب على الوداد؟ هل مباراة سان داونز أم مباراة النادي الأهلي؟ سؤال يعني سؤال يعني صعب صعب، لكن خلينا نكون معك واقعي. يعني اليوم أعتبر أن الوداد تأهل بخبرة لاعبيه، بخبرة أيمن الحسوني في دخوله في 10 دقائق الأخيرة، كيف أنه يعني احتفظ بالكرة وامتص ضغط لاعبي فريق ماميلودي سان داونز، بخبرة يحيى جبران بالتمريرة الحاسمة في اتجاه أيوب العملود الذي يسجل ثاني أهدافه في شباك ماميلودي سان داونز. خليني نتكلم لك على يحيى عطية الله، لاعبين يعني بخبرة كبيرة. نفس الشيء بالنسبة لفريق الأهلي المصري، الخبرة موجودة بشكل كبير. محمد الشناوي الخبرة ما شاء الله، نتمنى له الشفاء العاجل. ايضا في خط الدفاع اللائحه طويله، في خط الهجوم نيانغ في ميليو تيران في وسط الميدان، في خط الهجوم افشا ولمساته المتميزه، كهرباء يعني في اي لحظه من اللحظات ممكن انه يصنع الفارق. يعني مقابله يعني واقعيا الفريقين يستحقان بخبرتهما ان يكونا في النهائي. صحيح انه ماميلودي سان داونز كان ابرز المرشحين، لكن عنصر الخبره كابتن هو مهم دائما في المسابقات من هذا الحجم. افهم من كده اني مواجهه تبقى اصعب للوداد، سان داونز ولا الاهلي؟ يعني لازم أنا يعني انا سبتك المقابله الوداد امام فريق الاهلي المصريه، اصعب مقابله هذا الموسم، اصعب مواجهه هذا الموسم، اصعب مواجهه هذا الموسم لو النهائي وامام فريق الاهلي المصري. هذا شيء يعني بكل موضوعيه اعتبرها كابتن بين مقابله الاهلي والوداد من اصعب المباريات على الوداد وعلى الاهلي ايضا. صحيح. الزميل العزيز يونس جوده الاعلامي المغربي المرافق لبعثه الوداد في جنوب افريقيا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ليه سالت السؤال اللي في الاخر ده؟ عشان لازم انت كمان وانت تتابع وانت تشاهد تفهم وتشوف الناحيه الثانيه بيفكروا ازاي وشايفين ازاي. اهو من الناحية التانية، من ناحية الوداد، إعلامي محترم مغربي مرافق لبعثة الوداد بيقول لك دي هتبقى أصعب مواجهة للوداد هذا الموسم، مواجهة النادي الأهلي، أصعب مواجهة للوداد قدام النادي الأهلي هذا الموسم. واضح؟ أنت ما بتقدرش حجمك. أنت بتقدر، أنا عارف طبعًا الناس كلها عارفة إن الأهلي كبير القارة والأهلي مهم والأهلي والأهلي والأهلي. بس أنا لما بشوف على السوشيال ميديا يا عم كنا لعبنا سان داونز، يا عم لا الوداد صعب، يا عم لا، يقلق بقى منك. بس انت تفضل تقول ايه بقى؟ الاهلي لاعب سان داونز او الوداد محتاجينه يبقى حريص فنيا، يبقى مركز، يبقى الجهاز الفني حاطط خطه كويسه، اللاعبين مركزين، الجمهور حاضر. ده اللي تقوله عشان الاهلي يكسب ونطمن ونثق. لكن ما تقلقش، مش بقول ان الوداد فرقه سهله، فرقه صعبه جدا اكيد، يعني عملت أداء رائع جدا على مشوار البطولة كله، عاملة أداء رائع جدا. بس تقدر تكسبها إن شاء الله، زي ما كنت تقدر تكسب سان داونز برضو يعني. طيب. نروح لتاريخ مواجهات النادي الأهلي والوداد، تعالوا نبص. تاريخ الأهلي أكيد يتفوق. لعب 11 مباراة، الأهلي فاز في 4، فاز الوداد في 3، تعادل الفريقين 4 مباريات، الأهلي سجل 13 هدف في مبارياته أمام الوداد، والوداد سجل 11 هدف في مبارياته أمام الأهلي. ده التاريخ. طيب الوداد لو تفتكروا السنه اللي فاتت كسب النادي الاهلي في النهائي، نهائي المباراه الواحده، وفاز بدوري ابطال افريقيا. طيب ايه بقى اللي اتغير في الوداد من الموسم الماضي للموسم الحالي؟ تعال اقول لك. على مستوى الاداره الفنيه رحل وليد الركراكي، فاكرين طبعا وليد الركراكي اللي هو رابع العالم مع المنتخب المغربي، هو اللي كان بيدرب الوداد الموسم الماضي في نهائي دوري ابطال افريقيا. رحل وليد الركراكي المدير الفني بعدما توج مع الوداد باللقب ليتولى تدريب منتخب المغرب ويحقق الانجاز التاريخي بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة. بعد ذلك تغير على تدريب الفريق المغربي 4 مدربين. سبحان الله. 4 مدربين ما يخلوش فرقة ينجح يعني. أول واحد كان الحسين عموتة، تولى تدريب الفريق لمدة مباراتين فقط قبل أن يرحل بعد ذلك بسبب سوء النتائج، ما لحقش يعني. وبعد كده المهدي النفطي تولى تدريب الفريق لمدة 10 مباريات قبل أن يتم الإطاحة به بسبب سوء النتائج، برضو ما لحقش 10 مباريات يعني، بس تمام. بعد كده خوان كارلوس جاريدو، طبعا الأسباني المعروف طبعا الفائز مع الأهلي بالكونفدرالية، على الرغم من قيادته الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إدارة الوداد قررت إقالته بسبب عدم القناعة الفنية بما يقدمه. بعد كده جه البلجيكي سفيان فاندبورغ،
تولى تدريب الفريق قبل مباراتي سان داونز في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونجح في الوصول للنهائي. يعني بص الفرقه دي ما تقولش ابدا انها المفروض توصل للمرحله دي، يعني عدم الاستقرار الفني الواضح ده ما يخليش الفريق يوصل للمرحله دي. ده معناه ايه؟ معناه ان في تشكيله قويه جدا عند الوداد مساعداه حتى مع التغييرات الفنيه الكبيره دي اللي مش احترافيه خليته يوصل للنهاية، عشان عنده مجموعه لعيبه عندها خبرات ومهارات كبيره جدا. طيب ده تشكيل الفريق في دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي. طيب حراسه المرمى دلوقتي فيها يوسف مطيع هيكون هو حارس المرمى في نهائي دوري ابطال افريقيا بعد عودته من الاعتزال بعد انتهاء موسم احمد رضا تكناوتي بسبب الاصابه. ده اللي هيبقى الحارس. تكناوتي كان هو الحارس الموسم الماضي، يوسف مطيع اللي عامل موسم رائع جدا 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 هو هيبقى حارس قدام النادي الاهلي. طيب ارسن زولا النهارده، ارسن زولا كان عنده جرح في راسه بعد خبطه صعبه جدا، فضل طول المباراه ينزف بصراحه، بس مهاجم مدافع راجل جدا يعني. ارسن زولا وامين ابو الفتوح هما قلبا دفاع الوداد خلال الموسم الحالي بشكل اساسي بعد رحيل اشرف داري للاحتراف في فرنسا، ولعيب كبير جدا، والابقاء على امين فرحاني كبديل بعد تراجع المستوى. خط الوسط عبد الله حيمود اصبح العنصر الاساسي بدلا من جلال داودي بجانب يحيى جبران ورضا الجعيدي. خط الهجوم فيه محمد اوناشب اللي اصبح اساسا بعد عودته للفريق بجانب الوافد الجديد سامبو كثنائي هجومي جديد الموسم الحالي بجانب زهير المترجي. ده اللي اتغير يعني. طيب الصحافه المغربيه بعد مباراه الوداد وصن داونز تحدثت عن مواجهه الاهلي والوداد وتحدثت عن فوز الوداد اليوم على صن داونز. قالت ايه بقى الصحف المغربيه؟ بدايه يعني صحيفه البطوله المغربيه قالت الوداد المغربي اطاح بصن داونز في مباراه تاريخيه وضرب موعدا مكررا مع الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. اما صحيفه اليوم فقالت الوداد المغربي تخطى صن داونز لمواجهه الاهلي في النهائي بالنظام الجديد الذهاب والاياب، سيكون النهائي منتظر امام رفاق محمد الشناوي. اما صحيفه كود فقالت الوداد تاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد مباراه بطوليه امام صن داونز وسيواجه الاهلي في نهائي مكرر. لا 360 قالت صحيفه لا 360 قالت الوداد يقهر صن داونز وينتزع منه تاهل تاريخي ليلاقي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب هذا عن الصحف المغربيه وعن مباراه الوداد وصن داونز اليوم. طيب بالنسبه لحارسنا الكبير محمد الشناوي موقفه من مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، في ناس تحب ايه تضايقك. احنا ازاي النهارده اخبار يقول لك ايه محمد الشناوي مش هيلحق نهائي دوري ابطال افريقيا، محمد الشناوي اصابته هتطول، محمد الشناوي مش جاهز. ولكن ايه هي الحقيقه في هذا الامر؟ محمد الشناوي زي ما قلنا لكم قبل كده عنده شد كبير في عضله السمانه يرتقي للمزق البسيط. محمد الشناوي مش هيلعب المباراه القادمه للنادي الاهلي في الدوري، وغالبا بحسب ما سالنا في النادي الاهلي وسالنا الجهاز الطبي في النادي الاهلي هو الراجل هيبقى جاهز لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا قبلها بأربع أيام. يعني قبلها بأربع أيام الجهاز الفني هيستلم محمد الشناوي جاهز سليم معافى. أربع أيام قبل المباراة وده وقت كافي جدا. كده كده في الدوري هو عنده إصابة وعنده كمان إيقاف في الثلاث مباريات اللي حضراتكم عارفينه، فكده كده هو غايب يعني مش مشكلة. فهيريح لحد المباراة النهائية. الجهاز الفني يستلمه في التدريبات الجماعية قبل مباراة الوداد أو الذهاب النهائي بأربع أيام. فما تقلقش. خلاص؟ خلصنا قصة محمد الشناوي؟ اسمع بقى زي ما تسمع. طبعًا الحالة الطبية والصحية دي في علم الغيب. بس إحنا بنجيب الكلام اللي من الجهاز الطبي. يعني لا قدر الله يحصل له تكرار الإصابة، لقد إن شاء الله يتعافى سريعا فيوصل قبل أربعة أيام التدريبات الجماعية ويشارك في التدريبات الجماعية قبلها بأربع أكتر من أربعة أيام، كل الأمور دي واردة، بس إحنا جبنا لك من المصدر، المصدر إيه؟ الجهاز الطبي للنادي الأهلي قبل كولر إن محمد الشناوي هيبقى جاهز طبيا قبل مباراة النهائي، مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بأربع أيام. اقرأ بقى واسمع زي ما أنت عايز، سيب اللي يكتب يكتب واللي يقول يقول. محمد الشناوي إن شاء الله حارس النادي الأهلي في مباراة ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ولكن
هل مثلا علي لطفي عمل لك حاجه وحشه؟ هل علي لطفي انت قلقان منه قوي كده؟ هل علي لطفي لما بيشارك في مباراه مع النادي الاهلي بيقدم اداء سيء؟ لا، في كل المباريات اللي شارك فيها علي لطفي لما بيجي من بعيد قوي بيقدم مباريات جيده، فما فيش قلق برضه. ما تقلقش، تقلقش من القصه بتاعت حراسه المرمى دي. ومع قوه دفاع النادي الاهلي في الفتره الاخيره خليتك برضه مش قلقان قوي، انت مش محتاج الكوره ما بتوصلش لمرماك كتير. الحاجه الوحيده اللي انت عايز محمد الشناوي يلعب بسببها المباراه مش ان علي لطفي مستواه سيء، لا، انت عايز خبرات محمد الشناوي، خبراته الكبيره. ماتش يتوتر، ماتش يتأزم، تضطر تدافع وانت مسجل اهداف فيبقى في ضغط عليك، فخبرات محمد الشناوي هنا تفرق يعني، اكيد تفرق. في درجتين ثلاثه زياده ياخدهم محمد الشناوي، بس مفيش قلق لو علي لطفي حتى شارك. بس الاكيد ان شاء الله، ان شاء الله محمد الشناوي في المباراه النهائيه ذهابا ايابا باذن الله. طيب. خبر يخص حسين الشحات. الاهلي خلاص وافق على طلب حسين الشحات برفع نسبة المشاركة، البند بتاع نسبة المشاركة من العقد الجديد. النادي الأهلي فاضل شوية تفاصيل بسيطة جدا في الاتفاقات بينه وبين حسين الشحات، وهيعلن رسميا خلال أيام عن تجديد التعاقد مع حسين الشحات، حسين الشحات، واللاعب بالتأكيد يستحق، يستحق. في إطار آخر، كابتن سعد حفيظ والكابتن سمير عدلي هيسافروا للمغرب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد بأيام عديدة عشان يختاروا ملاعب وفنادق الإقامة عشان يستقروا على واحد منها. وكولر طلب إن كل حاجة اتغيرت في الوداد السنة اللي فاتت، اللي احنا كنا بنقول دلوقتي دوت، اتغيرت في الوداد من السنة اللي فاتت للسنة دي، يكون عارفها ويعرف كل التفاصيل، وطلب من الجهاز الفني تقارير فنية عن فريق الوداد وعن ملعب المباراة. وهم قالوا له إن ملعب المباراة ده هو نفس الملعب الاستضافة مباراة الأهلي والرجاء في دور الثمانية، فهو عايز يعرف كل حاجة عن الوداد. لما سألوه امبارح بالمناسبة كولر عن هتلعب مع سان داونز ولا هتلعب مع الوداد، تختار مين فيهم، راجل قال لهم أنا لسه يعني نشوف المباراة. ولما سألوه أنت مجهز إيه لسان داونز والوداد، قال لهم لما المباراة تخلص نبقى نتكلم. فخلاص خلصت، فهو هيبدأ يشتغل على الوداد أكيد من النهاردة. والميزة عند النادي الأهلي إنه الضغط في الدوري مش كبير. اه صحيح الاهلي عايز يكسب كل مبارياته ويحسم الدوري بدري بدري، بس الضغط مش كبير من الباقي الفرق المنافسه سواء فيوتشر او بيراميدز او الزمالك. فرق النقاط يسمح للنادي الاهلي انه يدخل بدلاء، انه يخسر مباراه، يتعادل مباراه. وبالمناسبه يعني بالمناسبه كل الفرق كده في العالم يعني. يعني انت لو تبقى مركز في بطوله قوي، الاهلي مثلا يعني قرر يلعب بتشكيله بديله في المباراه القادمه وتعادل النادي الاهلي أو خسر النادي الأهلي، ما تقولش الحق المستوى بيهبط والحالة النفسية والحالة المعنوية، لا أنت مركز على بطولة واحدة. وإن كنت أتصور إن بدلاء النادي الأهلي دلوقتي بقوا جاهزين زي الأساسيين بالظبط، فما فيش قلق على النادي الأهلي، أنا بكلم جمهور النادي الأهلي. يعني سيبوا الراجل يشتغل. عشان كان دايماً المدربين يقول لك إيه؟ إنه جماهير النادي الأهلي ما بتحبش تخسر أي مباراة، ده حلو طبعاً، دي حاجة إيجابية جيدة. بس في بعض المباريات أنت مش عايز تضحي بلاعيبتك ولا مجهودهم ولا إصاباتهم لا قدر الله، فأنت محتاج تقعد بعض اللاعبين، تريح بقى كهربا، تريح علي معلول، قول لمحمد عبد المنعم اقعد مش هيبقى ليك بديل زيك، محمد هاني مفيش مانع يريح شويه، مروان عطيه مش عايز تخسره، وتبدا العمليه يبقى فيها روتيشن محترم قبل مباراه نهائي افريقيا، خاصه اللعيبه عندك كلها جاهزه دلوقتي. طيب انتوا عارفين القصه بتاعت مباراه مصر وغينيا في تصفيات كاس الامم الافريقيه هتقام يوم 14 يونيو. وكان المنتخب طلب تأجيل هذه المواجهة عشان مباراة النادي الأهلي في إياب النهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون يوم 11. من حيث لا يدري روي فيتوريا ابتسم له القدر اليوم. ليه؟ إن مصر هتواجه غينيا أصلاً في المغرب. مصر هتواجه غينيا أصلاً في المغرب، ولعيبة النادي الأهلي هتبقى في المغرب بعد مباراة الوداد. فالعملية بقت سهلة، غير لما كان الأهلي هيلعب مع صن داونز الإياب هناك في جنوب أفريقيا. العملية صعبة قوي ان روي فيتوريا يستخدم لعيبة النادي الاهلي في مباراة غينيا. دلوقتي الامور بقت احسن، بقت احسن. واحنا عرفنا ان روي فيتوريا استقر على 8 لاعبين من النادي الاهلي ينضموا لمنتخب مصر بعد مواجهة الوداد. مين بقى الثمان لاعبين دول اللي هيلعبوا مباراة غينيا مع مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية؟ محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وحمدي فتحي،
ومروان عطية ومحمود كهربا وحسين الشحاتي يعود مرة أخرى لمنتخب مصر. كمان فيتوريا استقر على عدم إشراك لاعبي النادي الأهلي في المباراة الودية الأفريقية حال إقامتها، ولسه ما اتحسمتش أصلا المباراة الودية، بس هو مستقر على فكرة أنه مش هيستخدم لعيبة النادي الأهلي في المباراة الودية قبل مباراة غينيا عشان يسيب النادي الأهلي ولاعيبته يركزوا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان روي فيتوريا ناوي يقدم سفره للمغرب قبل مواجهة غينيا عشان يروح هو وجهازه الفني يحضروا مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والراجل متحمس جدا أنه يشوف المباراة في الملعب وبيدرس هذا الأمر الآن مع اتحاد الكرة المصري، وأتصور اتحاد الكرة المصري هيوافق على هذا الأمر. أصلا معسكر منتخب مصر هيبدأ 9 يونيو في القاهرة، وغالبا هيسافر هو يوم 10 عشان يشوف المباراة يوم 11 من أرض الملعب. طيب ده خبر من اللعيبة اللي هتبقى واحدة من مفاجآت قائمة روي فيتوريا للمباراة القادمة إن شاء الله، مباراة غينيا أو المعسكر القادم لمنتخب مصر، هو أحمد أمين أوفا لاعب أو مهاجم فريق إنبي اللي قرب جدا من دخول قائمة منتخب مصر لهذه المواجهة بعد تألقه الكبير في الفترة الأخيرة وتسجيله العديد من الأهداف مع فريقه. وفيتوريا دايما بيبحث عن أسماء جديدة خاصة مع غياب أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب اللي هيغيب بسبب الإصابة، فهو عايز مهاجم بديل لأحمد كوكا، وأوفا واحد من المهاجمين المميزين جدا. يعني فاكرين أحمد فتوح راجل ظهير أيسر أساسي منتخب مصر ونادي الزمالك، عنده حظ سيء جدا مع الإصابات في الفترة الأخيرة، بقول لكم فاكرين عشان أنا مش عارف إزاي أنتم مش حاسين أحمد فتوح غايب، أهم ظهير أيسر في مصر، لاعب مصري يعني ظهير أيسر مش موجود بقاله فترة مع نادي الزمالك بسبب إصابات متكررة وبأماكن متكررة، يعني مرة في عضلات الرجل، مرة في شد، والآخر مرة دي كانت إصابة في الظهر. هو رفض أنه يسافر للخارج لاستكمال علاجه، وقال أنه هيبقى يكمل علاجه في القاهرة، وقال أنه هو قريب جدا من الشفاء وأنه يشارك مع الفريق في التدريبات الجماعية. وخسارة أحمد فتوح، يعني كل مرة بيغيب عن نادي الزمالك بيأثر جدا على نادي الزمالك غيابه، وأكيد يأثر على منتخب مصر. الزمالك دخل في أزمة قبل مواجهة الداخلية متمثلة في الجبهة اليسرى بسبب عدم جاهزية حاتم سكر، وهيتعمل له اختبار طبي إن شاء الله بكرة عشان يشوفوا هل يقدر يلحق المواجهة ولا لا. واللاعب كان أصيب في مباراة أسوان، وحضراتكم عارفين أن محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وفتوح غايبين، لدرجة أن الزمالك لما استعان بلاعب شاب هو حاتم سكر هو كمان أصيب، فالجبهة اليسرى أكيد فيها مشكلة أكيد يعني. كمان من نادي الزمالك، عبر جابر أبلغ إدارة نادي الزمالك بامتلاكه عروض مصرية وخليجية، وأنه عايز يمشي بنهاية الموسم الحالي خاصة مع الضغط الكبير اللي بيتعرض ليه في الفترة الأخيرة. احنا عرفنا وقلت لحضراتكم منذ عدة أيام أن فاركو هو الأقرب لعمر جابر في الفترة القادمة أو الموسم الجديد. عمر جابر لعيب كبير، بص أنا عارف أنه دايما بيبقى اللوم عليه، فاهم لما بقول لك لعيب كبير فتقول لك ايه يا عم مش عارف ايه ده ما بيعملش ايه وعمل ايه، لا هو لعيب كبير خبرات كبيره جدا سواء مع منتخب مصر ما في الاحتراف مع نادي الزمالك، لعيب كبير مع بيراميدز طبعا لعيب كبير، بس بيواجهه سوء حظ. وانا بصراحه مش قادر الوم على اي لاعب في الزمالك للفتره الماضيه ولا الفتره الحاليه لاسباب كثيره جدا، تغييرات اجهزه فنيه، مشاكل ماديه، تفاصيل كثيره، فمش قادر يعني ادوس كده واقول انه اللاعب ده بعينه هو اللي سيء، لا الفرقه كلها سيئه الفتره الماضيه بصراحه، فانا مش مع الناس اللي بتمشي في ثلاثه كده ثلاثه اربعه دايما في اي فريق هم اللي بيبقوا ترند، هم اللي بيتمسكوا كل ماتش حتى لو هم بره القايمه هيتهاجم عليهم، زي كده مثلا في الزمالك هتلاقي عمر جابر، رؤى، عمرو السيسي، هتلاقي في لعيبه كده معينه هي اللي دايما اللي بيبقى الهجوم عليهم، لعبوا ما لعبوش هيتهاجموا هم دول يعني. مش بقول ان هم مستواهم كان جيد، بس ما هو الفريق كله مستواه ما كانش جيد يعني. إلياس شتي واحد من اللاعبين المهمين جدا زي الايسر الجزائري لاعب انجيا الفرنسي، فعلا دخل اهتمامات نادي الزمالك، بس اللجنه الفنيه في نادي الزمالك بتؤجل حسم مصيره مؤقتا لرغبتها في ان تكون تدعيمات الاجانب على المستوى الهجومي ووسط الملعب
اكتر، بس هو لعيب كبير بصراحه، كبير من اللعيبه المهمه جدا. طيب خبر اخر، الزمالك نفى وجود اي اتصالات مع يوسف اوباما لعودته في الميركاتو الصيفي القادم وقطع اعارته بنادي الحزم السعودي. مسؤولي نادي الزمالك قالوا ان اللاعب الوحيد اللي تم الاستقرار على عودته للفريق بعد انتهاء اعارته هو محمود علاء. مصدر مقرب من اللاعب اكد لنا، مقرب من اللاعب اللي هو اوباما يعني، اكد لنا انه مش هيعود في الفتره الحاليه وانه مستمر مع فريق الحزم ولا يرغب في قطع اعارته. ده بالنسبه لنادي الزمالك. النهارده منتخب مصر للكره الشاطئيه فاز ببطوله كاس العرب اللي اقيمت في السعوديه بقياده المدير الفني الكابتن مصطفى لطفي، وده الفوز او بعد الفوز على منتخب عمان في المباراه النهائيه برباعيه مقابل هدفين. منتخب مصر كان قد حقق الفوز على منتخبات فرغستان وعمان وفلسطين في دور المجموعات، ثم فاز على منتخب موريتانيا في الربع النهائي، وبعد كده فاز على المنتخب الفلسطيني في الدور قبل النهائي وحصد البطوله امام المنتخب العماني. اداء جيد وتطور كبير جدا لمنتخب مصر للكره الشاطئيه بصراحه، شايفينه ولامسينه جدا منذ فتره قريبه، يعني في تطور ونجاحات كبيرة وكثيرة. شيء جيد ان احنا يبقى عندنا منتخب جيد للكرة الشاطئية. خد بالك اهتمام العالم كله بالكرة الشاطئية زاد جدا، زي مثلا بنتكلم مثلا على اهتمام العالم بالكرة النسائية زاد جدا، اهتمام العالم جدا بكرات الصالات زاد جدا، اهتمام العالم زاد جدا بالكرة الشاطئية. ده شيء ملموس وواضح على مستوى كبير جدا سواء على القارة الأفريقية او العالم بشكل عام. معنا عبر الهاتف الآن الكابتن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، نهنيه ونبارك له. يا كابتن مليون مبروك النهارده الفوز ببطولة العرب. حبيبي كابتن كريم الله يبارك فيك، والله الحمد لله رب العالمين يا كابتن كريم. والله أنا من الحاجات اللي فرحتنا النهارده إن احنا عرفنا إنه النتائج كانت جيدة وإن الأداء كان جيد في كل المباريات، وإنه منتخب مصر للكرة الشاطئية بقاله فترة بيقدم مباريات جيدة أو في تطور واضح يعني. والله يا كابتن كريم الحمد لله، احنا من ساعه ما مجلس الاداره اللي بشكره من خلالك الاستاذ جمال علام موفر لنا الصراحه من اول ما اشتغلنا في شهر 4 وتعيننا في شهر 4 كجهاز، وفر لنا كل الامكانيات اللي ممكن نعمل بيها حاجه كويسه. والحمد لله يا كابتن كريم اول حاجه لينا كانت بطوله المغرب الدوليه في شهر 7 اللي فات، وخدنا البطوله الحمد لله، دي كانت اول بطوله دوليه لمصر الحمد لله. بعد كده رجعنا لعبنا بطوله كوسافا، وصلنا النهائي واتغلبنا من السنغال، فرقه السنغال فرقه محترمه، فرقه جامده جدا، اتغلبنا منهم في النهائي. ورجعنا برضو رحنا امم افريقيا النهائيات كانت مؤهله لكاس العالم الحمد لله، وصلنا النهائي برضو مع السنغال واتغلبنا بضربات الجزاء، والحمد لله كان صعبنا كاس العالم لاول مره في التاريخ. والنهارده بنكمل مجهودنا ومجهود الولاد وتعب الولاد بالبطوله العربيه بكاس العرب الحمد لله. عظيم جدا. كابتن مصطفى عايز اسالك عشان كمان الساده المشاهدين يعرفوا، ازاي بيتم تكوين منتخب مصر للكره الشاطئيه؟ والله يا كابتن كريم احنا بندور دايما على اللعيبه اللي احنا محتاجينها في المواصفات بتاعتها، بندور في الفرق ال 11 مثلا زي الممتاز بي والدرجه الثالثه والدرجه الرابعه، بنحب نوعيه الملعب بيكون محتاج لعيبه معينه يا كابتن كريم ومواصفات معينه، فاحنا بنلف وبندور وكمان بنشوف هنا ونسال هنا، بنلف ونروح اسوان وبنروح اسكندريه وبنروح العريش وفي كل حته يعني ما خليناش مكان ما رحنا جبنا منه لعيب. هايل. فجانب طول ما انت ماشي بخطوات ثابته وبتخطط صح لازم بتوصل لمراحل كويسه قوي. هايل. مين ابرز اللاعبين دلوقتي اللي موجودين في منتخب مصر الكره الشاطئيه عشان يديهم حقهم كمان يعني؟ معايا حسام باولو حضرتك عارف طبعا لاعب الزمالك طبعا. بس هو النهارده ما لعبش عشان والده توفى النهارده طبعا، ربنا يرفع عزيه بقى من رقال الله رحمه الله عليه. ونزل النهارده من السعوديه على مصر الساعه 11 الصبح يعني. معايا مصطفى علي فاصل لاعب مستقبل الوطن، ومعايا حسان محمد لاعب اسمنت اسيوط، مجموعه كبيره، ومعايا اسماعيل بهجت من نادي العالميين، والناس كثيره يعني من الانديه كثير من كذا، وحسين طبعا الشرقيه للدخان، في كذا لعيب محمد عبد النبي من اورنج، فلعيبه كتير قوي ولعيبه محترمه، واللعيبه دي كانت قبل كده من لعبه من 2009 وهم موجودين في المنتخب، دخلنا عليهم عناصر جديده واشتغلنا معاهم الحمد لله، وضفنا عناصر جديده زي احمد سليمان واسماعيل وابراهيم حارس المرمى،
الحمد لله كابتن ابراهيم كابتن كريم، احنا ان شاء الله عاملين حاجه كويسه وربنا يسهل الامور ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكره الشاطئيه الفائز ببطوله العرب اليوم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب تعالوا نشوف تقرير عن مواجهه النادي الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وبعد كده نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن محمد ابراهيم مدرب عام النادي الاهلي لكره اليد، والكابتن مهاب سعيد نجم النادي الاهلي لكره اليد. خليكم معنا. حقق نادي الوداد المغربي مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا من قلب جنوب إفريقيا بعد التعادل مع صن داونز بهدفين لكل فريق، ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية في لقاء بعنوان رد الاعتبار للمارد الأحمر. ويسعى الأهلي لتعويض خسارة نهائيين سابقين للبطولة الإفريقية على يد الفريق المغربي. الوداد المغربي أصبح بمثابة العقدة للنادي الأهلي في المباراة النهائية تحديدا في دوري أبطال إفريقيا، بعدما أضاع من المارد الأحمر بطولتين في آخر 10 سنوات تقريبا، ومن أصل 5 بطولات ضاعت على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بمعدل أقرب من نصف البطولات. النهائي الأول كان في عام 2017 حينما نجح أبناء الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الأهلي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين، لتضيع على الأهلي فرصة إكمال مسيرة تاريخية على مدار البطولة بعد ريمونتادا الترجي التونسي واكتساح النجم الساحلي بسداسية، لكن النهاية لم تكن سعيدة للمارد الأحمر. النهائي الثاني كان في الموسم الماضي بعدما حقق البطولة على حساب الأهلي بهدفين دون مقابل على مركب محمد الخامس ليكرس عقدته للمارد الأحمر في المباراة النهائية، ويصبح الأمر بمثابة رد الاعتبار بعد الاصطدام في نهائي ثالث خلال آخر 10 سنوات. وعلى الرغم من أن الأهلي رد اعتباره في بطولتي عام 2020 بعدما أطاح بالفريق في الأدوار الإقصائية وتحديدا في نصف النهائي ذهابا وإيابا في طريق الحصول على البطولة التي يعتبرها الكثيرون من جماهير الأهلي الأغلى في تاريخه، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لشعور الجماهير بأنهم ردوا الاعتبار. أما الآن فجاء الوقت الحقيقي لرد الاعتبار من الوداد والحصول على البطولة أمام أعين الفريق المغربي، فهل تبتسم أفريقيا للمارد الأحمر هذه المرة؟ يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. بصوا، كرة اليد في النادي الأهلي السنة دي انجازات لا تحصى، انجازات عظيمه جدا، بتتكلم في دوري، بتتكلم في كاس، بتتكلم سوبر افريقي، خساره فقط في نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه مؤخرا امام نادي الزمالك، ولكن كره اليد عامله انجازات عظيمه جدا في النادي الاهلي هذا الموسم. عشان كده يشرفني وينورني في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن محمد ابراهيم مدرب عام النادي الاهلي لكره اليد. كابتن محمد منور الدنيا. اهلا بيك يا كريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير الحمد لله. وايضا النجم مهاب سعيد لاعب النادي الاهلي لكره اليد. كابتن مهاب مشرف ومنور، ربنا يخليك يا كريم، اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله، كله تمام. انجازات حلوه السنه دي كره اليد، السنه دي في النادي الاهلي نمسك الخشب الحمد لله والله، وتوفيق ربنا يعني. الناس يعني احنا بنشتغل وبنجتهد وفي الاخر بيبقى توفيق ربنا يعني بيبقى حليفك دايما، فبشكر طبعا ربنا وبشكر كل الناس اللي امنت بينا من البدايه وبالمشروع بتاع الفريق بتاعنا، وامنوا بيا انا شخصيا، انا اعتبر مدرب صغير في السن، فدي طبعا بشكر الناس في النادي، مجلس الاداره والنشاط الرياضي وجهاز الهاندبول ان هم امنوا بحد صغير ان يجيبوه في ليه قالوا بقى بحد صغير ان هم يجيبوه؟ انت اكيد عارف يعني هم شافوا ايه، شافوا، انا عارف ان انت راجل بتشتغل على نفسك من زمان وعارف ان انت اسم محترم في كره اليد المصريه. لما اتكلمت مع الاداره قالوا هم قالوا لك احنا عايزين منك ايه او شايفين فيك ايه؟ قالوا لك ايه؟ والله الحمد لله يعني اللي حصل انا بطلت شهر 6 اللي فات، انا كنت جاي لي عروض ان انا اكمل لعب تاني لكن كان ساعتها كابتن خالد العوضي مسك نشاط رياضي، هو اول واحد تواصل معايا قال لي انت عندك ساعات تبقى موجود معانا السنه الجايه في جهاز اليد،
احنا ناويين نعمل مشروع جديد وهنجيب مدرب عالمي ولازم الهاندبول ترجع لمكانها الطبيعي، وانت انسب واحد موجود هنا، انت ابن النادي وواحد من الناس اللي كان ليها بصمه في كره اليد في النادي وقريب من اللعيبه لان كلهم زمايلي، ما كانش معظمهم لعبت معايا، حتى الصغيرين فيهم شافوني وانا بلعب، فقال لي ان انت وجودك هيبقى مهم في الفريق، بالاضافه ان احنا بنحضر يعني كانت قاعده كويسه. وساعتها انا قلت له خلاص يا كابتن خالد انا معاكو ان شاء الله، يعني من السنه الجايه خلاص انا اعتبر ان انا بطلت وان شاء الله انا موجود معاكم. يا هايل هايل مهاب، انت دلوقتي خلاص واحد من نجوم الشباك في كره اليد، واحد من نجوم المصريين كلهم يعرفوهم، مش جماهير النادي الاهلي بس، تعلق مع منتخبات ناشئين وشباب ومع النادي الاهلي مؤخرا. البطولات السنه دي هي بطولات زي ما الكابتن محمد قال كلها صعبه، مش ما في كره اليد تحديدا في مصر صعبه، لعبه صعبه جدا، المنافسه فيها صعبه جدا. كنت متوقع هذا الكم من البطولات هذا الموسم؟ والله يعني هو زي ما كابتن محمد اتكلم، توفيق بتاع ربنا وكل حاجه، بس واحنا اشتغلنا واجتهدنا على نفسنا، جهاز جه معانا من الاول وحط رولز وحط حاجات كده كتير مشينا عليها، وكنا مأمنين بالحاجه اللي احنا بنعملها، مأمنين ان احنا هننزل هنكسب، مأمنين بكل الكلام دوت. في طبعا صعوبات واجهتنا في الاول كتير عشان نمشي على الرولز دي، بس واحده واحده لحد ما يعني خدناه بالتدريج. زي ايه يعني؟ ايه الصعوبات اللي واجهتكم عشان توصلوا؟ والله هو يعني الجهاز حط رولز كتيره في الموضوع، سواء بقى دكتور عمرو، كابتن محمد، وكابتن ديفيد، كوتش ديفيد، حطوا حاجات كتير يعني لينا احنا المفروض نعملها، ده احنا ما كناش متعودين عليها من المواسم اللي قبل كده. مش هفهم والساده المشاهدين يفهموا، تقصد على مستوى التدريبات وكده؟ التدريبات وسواء بقى تنظيم بقى اكل ونوم وكل الحاجات ديت. اه نعم، في لعيبه بتعمل لوحدها، بس ان الفكره ان الفرقه كلها تعمل حاجه زي دي كلها مع بعض، دي ما كانتش موجوده عندنا في الاول. طيب كابتن محمد، انا عايز افهم الجزئيه دي اكتر شويه، انه واضح انه حسب ما مهاب اتكلم ان انتوا اشتغلتوا بشكل علمي اكبر من فكره انه في جهاز محترم وخلاص، لا يعني الناس برضه تفهم ازاي وصلتوا للنجاحات دي كجهاز فني. طيب هي اول حاجه عشان يعني توصل لنجاح او اي حاجه ان انت تحدد اهدافك. فاول حاجه احنا كان عندنا هدف ان احنا اول حاجه نحط الفريق الاول على الطريق الصح. يعني ايه الطريق الصح؟ ان احنا نحدد له اهداف ونغير طريقه لعب معينه بشكل معين تناسب امكانيات الفريق اللي موجوده. فحضرتك فاهم ان اي تغيير او اي مكان بتخش فيه عشان تغير بيبقى فيه مقاومه طبيعي. في ناس بتستجيب بسرعه وفي ناس بيبقى فيه مقاومه لان هو واخد على الكومفورت زون او على المكان اللي هو كان فيه مرتاح. فهي دي ممكن تكون اكتر حاجه واجهتنا في الاول صعوبه، ان انت تخلي الناس اللي معاك او اللي انت هتشغلها تامن بالطريقه الجديده اللي هي فيها فعلا صعوبات زي ما هو قال، فيها ممكن تكون رخامه شويه، فيها رقابه طول الوقت، فيها تعنيف، فيها تصحيح كل شويه، فيها كل يوم فيديو، فيها الموضوع ده فيها ثواب وعقاب. طبعا جدا طبعا يعني طبعا جدا زعلنا يعني بالظبط كتير. يعني فالموضوع ده هو ما رضيش يعلق فالموضوع ده فعلا اي تغيير بيبقى فيه مقاومه. انت برضه كجهاز لازم تبقى مؤمن بنفسك ان مهما حصل زي ما مهاب قال دروبات في الاول، ان طبيعي ان انت جاي بتغير شكل كامل الدفاع، بتغير شكل كامل للهجوم، بتغير بدني يعني حاله بدنيه للعيبه، بتغير ذهنيا للعيبه، بتغير الحاله النفسيه للعيبه، تخلي اللعيب نفسه يؤمن ان هو قادر انه يحقق حاجه هو شايفها صعبه. صح. فالموضوع ده في البدايه خد مننا وقت كبير وحصل وقوع كتير في بعض المباريات، وناس كتير مش عايز اقول يعني قطعوا يعني ما يعني ايه يعني الجديد اللي بتعملوه ما بتخسروا عادي يعني ده اهم حاجه ان انت بس كان طبيعي وقتها يعني انت كنت متفهم احنا كنا عارفين انه طبيعي لكن الناس اللي كانت ممكن مش مامنه بالمشروع زي ما بقول لحضرتك كانوا حاسين ان ده يعني ايه الجديد اللي بيتعمل. عشان كده انا في بدايه كلامي شكرت مجلس اداره والنشاط الرياضي ان هم امنوا فعلا بالمشروع حتى في وقت ما احنا يعني ممكن نكون بنلعب بشكل مش كويس. النتائج مش هي اللي مجلس الاداره مستنيها، الاسكورات بتاعه الماتشات قريبه جدا، ناس كتير بدات ثقتها تتزعزع بصراحه الكلام ده مش بقوله مجامله، لكن مجلس الاداره في كل مره كان بيجي يقعد معانا احنا في ظهركم ما تقلقوش كملوا على اللي انتوا فيه، احنا مؤمنين ان احنا هنوصل في الاخر. وكان دايما احنا بنتكلم مع الفرقه او ديفيد بيتكلم مع الفرقه، المهم ان احنا نكسب الدوري في الاخر. مش مهم ان انا افرح دلوقتي ان انا اكسب ماتش او على ماتش كويس، المهم الهدف بتاعنا ان احنا نكسب الدوري. حتى لما خسرنا من الزمالك في بعض مرات الدوري، لان احنا لعبنا الزمالك في الدوري حوالي 4 أو 5 6 مرات، ولما كسبنا حتى قال لك انا فرحان بالمكسب،
لكن انا برضو عيني على الدوري. انا يعني مش فارق معايا اكسب الزمالك، لكن انا عايز اكسب الدوري. فهو ده اللي احنا يعني اكتر حاجه خدناها مجهود، ان انت توجه الفريق في اتجاه معين او في نقطه معينه كلنا بقى رايحين عليها. وفي الطريق ده بيحصل بقى بعض الصعوبات، بعض المقاومه، بعض انت طول الوقت تقدر ترجع كل الناس في نفس الاتجاه تاني. وهاب انت راجل كنت بتلعب مع الاهلي ومركز جدا ولحد اخر سنه بتشتغل بشكل كويس جدا، وانت المفروض هتطلع للاحتراف مظبوط؟ صح. امتى اتحسن موضوع الاحتراف بتاعك ده؟ والله اتحسن من بعد يعني بعد ما دخلت منتخب اول، جالي كذا فرقه وكده وشفت ايه الفرقه المناسبه ليا يعني. بس فبعد كده يعني بعدها اتكلمت مع الفرقه واتكلمت مع مجلس الاداره يعني، وشرحت لهم وجهه نظري ان انا يعني عايز احترف من سن يعني دوت وكده وبس يعني. وانت في اللحظه دي وانت بتختار كان عندك اكتر من عرض ولا هو عرض نيمش؟ لا كان جاي لي كذا عرض بس انا يعني انا اخترت الفرقه دي تحديدا عشان فرقه في يعني بتنافس شويه في الدوري الفرنسي ويعني حاطه مشروع وفي لعيبه مصري يعني محمد سند ودودو بس دودو أوه. ماشي بس أوه. يعني يبقى معايا لعيب مصري ابقى يعني ما اروحش مخضوض لوحدي او كده. فيعني خدت ان دي هتبقى خطوه كويسه يعني ليا. اتكلمت مع سند قبل ما تاخد القرار؟ اه طبعا يعني هو سند مكلمني من الاول اصلا على الفرقه يعني. هو قال لك ايه بقى؟ يعني هو ازاي اللي وجه لك تفكيرك انك تروح لها؟ والله كلمني في الاول قال لي ان الفرقه رئيس النادي شافك وعايزك وكده، وقلت له طب خلاص خلينا نشوف وكده وبس يعني. المفاوضات فضلت حبه كتير يعني بس كانت ماشيه يعني بطريقه سلسه يعني. في الوقت ده انت بتلعب مع النادي الاهلي وفي نفس الوقت انت في دماغك انك رايح تحترف يعني؟ انا كنت بفكر في الموضوع بس في نفس الوقت مش عايز اقصر في ما قصرش يعني. الحمد لله ما قصرش في اي لحظه واحنا شفنا انه ما قصرش يعني ما قصرش بشكل رائع جدا. طيب كابتن محمد انت كنت بتتكلم وانا ما كنتش عايز ابدا بالقصه دي، هو للاسف هي اخر حاجه حصلت لكم انه الاهلي بيكسب دوري بيكسب سوبر افريقي بيكسب الكاس، مجلس الاداره بالكامل موجود معاكم في نهائي كاس الكؤوس، ثقه كبيره جدا، وانت كنت لسه بتتكلم ان هم امنوا بيكم. ايه اللي حصل في اخر مباراه، مباراه كاس الكؤوس الافريقيه؟ والله مش قادر اقول غير هو يعني عدم توفيق، لكن كنا محضرين كويس جدا للماتش. حسيت بوجود مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل والرئيس السابق كمان الكابتن حسن حمدي وكل الاسماء الكبيره في النادي الاهلي انه خلاص انا واثق ان الفريق دوت يكسب اي بطوله. لا هو مش هي ما تحسبش كده، خلي بالك لان هي احتفاليه، انت بتتكلم بطوله متنظمه على ارض النادي وكل رموز النادي كانت موجوده فيها يعني كابتن حسن حمدي حتى دكتور حسن مصطفى كابتن مدحت البلتاجي منصور اريمو كل يعني كل الرموز الرياضيه حتى باشمهندس اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حضر الماتش الافتتاح. في احتفاليه رياضيه بصفه عامه يعني وفي الاول وفي الاخر فرقتين من مصر اللي بيلعبوا طبعا يعني مش عايز اقول زمالك واهلي او اهلي وزمالك، في الاول وفي الاخر هم فرقتين من مصر طبعًا. فطبيعي تلاقي كل الرموز حتى كان في حد من مجلس اداره نادي الزمالك كان موجود. فالموضوع هي احتفاليه في الاول وفي الاخر مش قصه انا ضامن ان هكسب فجاي لا لكن هو في الاول وفي الاخر رياضه مش واحد زائد واحد بيساوي اثنين، انت بتبقى مذاكر كويس جدا محضر لكن في الاول وفي الاخر في حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق. والمنافس اللي قدامك اللي هو كان نادي الزمالك برضه يبقى محضر طبعا فرقه كبيره وده انا يعني انا سالت قبل الماتش بعد الماتش سيمي فاينال ايه انتوا، قلت يا جماعه احنا حافظينهم هم حافظيننا بالظبط، اللي هيحاول يقلل الاخطاء اكتر في المباراه هو اللي هيكسب الماتش. واللي حصل ان احنا كنا اخطانا اكتر منهم سواء في التيرن اوفرز او في التضييع قدام الجون فهم كسبوا لكن ما لا حاجه اكتر ولا حاجه اقل، لكن اللعيبه كانت نازله مركزه احنا كنا محضرين كويس الحمد لله كل الظروف كانت مواتيه كويس جدا ان احنا نتواجد بالبطوله دي. لكن في الاول وفي الاخر طبعا الواحد حزين جدا على بطوله زي دي كانت هتبقى تنهي السيزون بشكل كويس جدا، لكن في الاول وفي الاخر زي ما انا قلت في المكسب ان هو توفيق ربنا، برضو في الخساره هو ربنا اراد كده والحمد لله. بحس دايما في كره اليد تحديدا على اي رياضه اخرى في مصر العلاقه بين الاهلي والزمالك هي علاقه جيده جدا وعلاقه محترمه جدا، انت تتحدث عن الزمالك بشكل رائع جدا والزمالك يتحدث عنك بشكل رائع جدا، بتلاحظ ده؟ طبيعي عن كره القدم او اي لعبه اخرى بصراحه. لا ممكن يكون ده سببها ان احنا معظم وقتنا في المنتخبات يعني معظم السنه في المنتخبات، لكن جوه الملعب منافسه ومنافسه شرسه جدا ومنافسه شريفه جدا وممكن يحصل مشادات، ودايما انا اقول الكلام ده للعيبه ان ممكن يكون اللي جنبي ده صاحبي لكن في الشغل او في الرياضه مفيش صحبيه.
الصحوبيه بتبقى خارج ال 20 في 40 الملعب بتاعنا، لكن جوه الملعب انا عايز اكسب وانت عايز تكسب، انا ما ازعلش منه لما يبقى عنيف معايا، وانا هو كمان بالتالي ما ازعلش منه لما يبقى عنيف معاه، لان احنا لعبتنا عنيفه طبيعي ان يحصل فيها كونتاكت، يحصل فيها طول الوقت مشادات، لكن في الاول وفي الاخر احنا لعيبه محترفه ولعيبه ناضجه، بنبقى عارفين ان احنا نفصل من علاقاتنا الشخصيه جوه الملعب وعلاقتنا بره الملعب. بنشوف شده ملعب كده، ودايما انا زيك كده يا جماعه، شده ملعب بالظبط، انت لو واخد واحد صاحبك بتلعب مع بلاي ستيشن ممكن تشدوا مع بعض بالظبط، لكن يعني بره الملعب هتلاقينا ممكن بعد الماتش معسكر المنتخب بعدها تاني يوم، فالدنيا بترجع عادي، ومعلش حك عليا لا ما تزعلش انت مني. مهم بتهنوا بعض بعد المباريات؟ يعني انت بتكلم لعيبه الزمالك هم بتكلمهم بتهنيهم ببطوله؟ والله يعني مش بيبقى اغلب الوقت عشان بيبقى برضه يعني ده ماتش، ده اهلي وده زمالك برضه، انت بتبقى متضايق او هو متضايق، فالطبيعي ان انا مش هتكلم في الموضوع، مش بيبقى يعني، ممكن بعدها بفتره نتكلم في الموضوع ده، ممكن في وقتها اللي هو واحنا بنسلم على بعض مبروك مش عارف ايه كده بس يعني، لكن بعدها بقى واحنا بنتكلم وكده، عشان احنا يعني ممكن واحنا في السيزون اصل انا عايز العبك تاني وعايز اكسبك يعني، انت كسبتني فانا عايز العبك وهكسبك، فانا مش هقول لك مبروك على حاجه بس مش هقول لك، انا هقول لك برافو عليك وهو يقول لك هقول لك وخلاص، بس يعني انا عايز اكسبك، انا عايز اكسبك برضو ده حقي وده حقك برضو في الاول وفي الاخر 100%. انت اللي جاي عندك ايه؟ انت المفروض هتطلع نيم الفرنسي امتى؟ شهر 7 ان شاء الله، بس انا داخل معسكر بكره منتخب الشباب عشان بنحضر بقى الكاس عالم 2026 ان شاء الله. ان شاء الله منتخب الشباب، منتخب الشباب باذن الله ان شاء الله. طيب كابتن محمد، الناحيه الثانيه الاهلي مستنيين اللي جاي ايه؟ بطوله العالم. احنا عندنا دلوقتي طبعا للعيبه اللي هي مش زي مهاب في الشباب او كده فتره راحه، هي بتبقى غالبا راحه سلبيه حوالي من 10 ايام لاسبوعين، بعد كده في برنامج هيتعمل لوحدهم، وان شاء الله يوم 10 7 يبقى عندنا كشف طبي وقياسات وحاجات كده، والسيزون يبدا ان شاء الله من نص 7. عندنا لسه يعني في حبه رتوش اخيره على الفتره اللي هي بتاعت شهر 8، عندنا اكيد بعد كده سوبر مصري، وعندنا هنبدا الدوري في شهر 9، بعد كده سمعنا ان في بطوله مستحدثه جديده بيننا وبين السعوديه لسه ما جالناش حاجه رسمي بيها، وان شاء الله كاس عالم انديه وبطوله افريقيا يبقوا في شهر 11. طيب عايز اسالك قبل ما نروح لمهاب، كان دايما الجمله اللي هي بتاعت انه، واكلمك بصراحه شديده وانت اكيد عايشها يعني، انه كره اليد في النادي الاهلي مش احسن حاجه، بكلمك على سنوات ماضيه يعني، طب وليه الاهلي بيلعب كره يد ما هو سايق الحظ فيها؟ وبعض الناس يقول لك اصل الاهلي مش تاريخه كبير في كره اليد، واصله الاهلي مش عارف ايه، وانا عارف المعلومات دي مش حقيقيه، بس مش صحيحه خالص. فرصه ان انت تقول لي انا ممكن اقول حاجه ممكن تزعل الناس مني، لكن ما يعني هي دي الحقيقه. احنا في الكوره جمهورنا قوي جدا، ليه؟ لان احنا بنكسب في كره القدم في اكتساح طبعا، فممكن يكون مش عايز اقول مش مهتمين، لكن مش حاسين بال، مش عايز اقول يعني مش عارف برضو يعني عايز احس على كلامي عشان ما حدش يزعل مني، لما بنكسب ما بيحصلش الضجه اللي هي الاهلي في الهاندبول، لان ده العادي يعني عندنا في الكوره طول الوقت بتكسب، وطبيعي احنا بلد كلنا بنحب الكوره طبعا، فطبعا معظم الجمهور اتجاهه للكوره. في الناحيه الثانيه يعني جمهور الزمالك ما بيكسبوش في الكوره، فكل توجيههم لفين؟ للهاندبول اللي هو احيانا بيكسب، مش على طول بيكسب يعني، الزمالك بيكسب لكن الاهلي الناحيه الثانيه بيكسب، ده لكن يعني الاهلي تاريخه في الهاندبول 25 دوري، الزمالك 19 مثلا، فطب ازاي الناس المعلومات دي واصله لها؟ كم افريقيا الاهلي عدد من البطولات في افريقيا يعني مش فاكر الارقام بالظبط، لكن الارقام متقاربه يعني، مش هم اعلى شويه في بعض البطولات، احنا اعلى في ناحيه ثانيه، هم في البطولات الافريقيه اعلى، احنا في البطولات العربيه اعلى، الدوري احنا اعلى، فالموضوع متوازن جدا، بل بالعكس احنا في حاجات احنا ارقامنا افضل، لكن هو زي ما بقول لحضرتك هي جمهور الزمالك ممكن اقوى شويه في موضوع الهاندبول تحديدا، لان هي ممكن الفرقه الوحيده اللي في بعض الاحيان بتكسب، فتركيزهم كله يعني مسلط على الهاندبول، لكن احنا جمهورنا في الكوره ما فيش المشكله دي، لان احنا في الكوره بنكسب، في الفولي بنكسب، في الباسكت حاليا بنكسب، فخلاص الدنيا كلها متوزعه على كل الالعاب، فما تلاقيش ان في حاجه بتلمع قوي يعني. بمناسبه الكوره معانا مداخله مهمه دلوقتي، فاستاذنكم ان احنا ناخدها. معانا عبر الهاتف الان الاستاذ محمد طلال عضو مجلس اداره نادي الوداد المغربي. استاذ محمد مساء الخير، مليون مبروك الفوز اليوم على صن داونز على وصول المباراه النهائيه. الو ايوه يا فندم، حضرتك سامعني؟ ايوه استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بهنيك على فوز الوداد. أيوة اليوم سمعك. بهنيك على فوز الوداد والصعود لنهائي دوري ابطال افريقيا اليوم. بارك الله فيك وشكرا على التهنئه. اشكرك يا فندم، قول لي
كيف تخطى الوداد اليوم فريق سان داونز الصعب، فريق المرشح كان الاول للبطوله على ضوء المستوى اللي بيقدمه النهارده؟ الوداد لعب مباراه كبيره، كيف نظرت لهذه المواجهه؟ والله بعد نتيجه مباراه الذهاب التي انتهت ب0-0 امام جمهورنا الكبير بمدينه الدار البيضاء، لم يتكهن احد في المغرب وربما في كل انحاء العالم بان يصل الوداد وان يقصي فريق سان داونز، نظرا للمردود الطيب الذي ابان عليه فريق سان داونز، وهناك من اطلق عليه اسم برازيل افريقيا. ولكن كان للوداد الكلمه الاخيره، وكان للطاقم التقني وجميع فعاليات الوداد كان لها الكلمه الاخيره بان تجمعت قواها هنا ببريتوريا، واستطعنا ان نتجاوز هذا الفريق المحترم الكبير. لحظات صعبه مرت على الوداد في هذه المواجهه، سان داونز تقدم مره وتقدم الثانيه، هل فقدت الامل في اي لحظه من لحظات المباراه ان الوداد قد يصعد او قد لا يصعد للنهائي؟ اكيد اكيد، انا لست تقنيا، لست ولا مدربا ولا لاعبا، ولكن كمسؤول وكمسير وكعاشق لهذا النادي، منذ ان سجل فريق سان داونز الهدف الاول استحضرنا نتيجه سان داونز امام الاهلي، فاصبحنا نفكر في نتيجه اكبر من 2-0 او 3-0 او 4-0. ولكن حنكة المدرب الجديد ستيفن الذي التحق بالوداد اخيرا، وحنكة اللاعبين الذين عرفوا كيف يتجاوزون هذا الخصم العنيد وكيف يسجلون التعادل، ثم التعادل في مره اخرى وهو اللي كان الهدف التالي اللي كان حاسما، ووضعنا في نهائي كبير امام نادي كبير اسمه الاهلي المصري. بالتاكيد هذه المواجهه بقى، مواجهه الاهلي ان شاء الله في نهائي دوري ابطال افريقيا، كيف تراها ان شاء الله؟ الاهلي فريق غني عن التعريف، فريق كبير، ارقامه تسبقه، سمعته تسبقه على المستوى الافريقي والعالمي، هو يعرف الوداد والوداد تعرفه. مره اخرى اقول انني لست تقنيا، ولكن لقبين اخيرين استحوذ عليهم الوداد على بنهائيات امام فريق الاهلي المصري في 2017 وفي السنه الماضيه. اظن ان الامر لن يكون سهلا بتمني هكذا وبالكلام، ولكن سنستجمع قوانا وسنعد العده لفريق يلقبه محبوه بنادي القرن، ونبقى نحن نادي وداد الامه، سندافع عن الثوره وعن النهضه الكرويه التي بصم عليها المغرب على مستوى المنتخبات، لا في قطر ولا في على جميع المنتخبات الوطنيه جميع المستويات. اظن ان الوداد فريق كبير ويعرفه لا الاهلي المصري ولا الاخوه الاشقاء المصريين الذين تجمعهم معنا اواصر المحبه والاخوه اكثر من مجرد لعبه كره القدم. عظيم، اي مواجهه تكون اصعب على الوداد، مواجهه سان داونز ام مواجهه النادي الاهلي؟ والله كل من وصل لنصف النهائي كلها فرق كبيره، وكل الفرق التي تاهلت لدوري ابطال افريقيا كلها فرق كبيره، نحن هنا لا نختار، هنا وضعنا النهائي ووضعنا الاقدار امام فريق الاهلي المصري، لا يجب علينا ان تبقى تفكير ربما سنختار هذا على حساب ذاك، الاهلي فريق كبير، الان اليوم قيمه اليوم ان الوداد سيواجه فريق الاهلي الذهاب في مصر والاياب في المغرب، اتمنى ان يكون لقاء يليق بقيمه الكره الافريقيه، ونقدم احسن ما لدينا لا احنا ولا الاهلي، والغلبه ستكون للاقوى والذي سيعد العده لا ذهنيا ولا تقنيا ولا على جميع المستويات. الاكثر من كل هذا والمهم هو ان الاهلي فريق بالنسبه لي انا شخصيا وبالنسبه لجميع الوداديين فريق يبقى فريق شقيق، فريق محترم، سنعد له ان شاء الله ما استطعنا من تقنيات ومن لاعبين كبار ابانوا على انهم اليوم لا يمكن لاحد ان يتكهن باقصائهم هكذا بالكلام، اقصون الناس خاصه في المغرب لاننا خرجنا عندما انتهت مباراه الذهاب امام سان داونز ب0-0، ولكن الوداد فريق عنيد، الوداد يكبر مع المباريات الكبرى، لنا لقاء ان شاء الله ولنا موعد نضربه مع فريق الاهلي ومع جمهوره العظيم
ومصر العربيه البلد الشقيق للمغرب. اتمنى صادقا ان تكون انا كودادي اتمنى ان تكون الغلبه لفريقي ان شاء الله الاهلي، ولكن ان شاء الله سيكون الحقيقه على الملعب ان شاء الله الاهلي. ان شاء الله نتمناها للاهلي ان شاء الله استاذ محمد، وبالتاكيد حضرتك تتمناها للوداد. استاذ محمد طلال عضو مجلس اداره نادي الوداد المغربي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما قال استاذ محمد طلال طبق العلاقات المصريه المغربيه بين الجماهير المصريه والجماهير المغربيه هي علاقه عظيمه وعلاقه دايما في احسن حال. جميع النادي الاهلي وجميع النادي الوداد تعودوا المباراه النهائيه في البطولات الافريقيه الاخيره. احنا بنتكلم في الوداد وصل 4 مرات للنهائي في اخر 7 مرات، الاهلي وصل 6 مرات للنهائي اخر 7 مرات. الاهلي هيكسب الوداد ولا ايه؟ ان شاء الله يعني كنا بنتمنى كده. كنت بتتمنى النهارده الوداد ولا صن داونز؟ لا الوداد. كنت بتتمنى الوداد؟ صن داونز صعب. 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 محمد كنت بتتمنى الوداد ولا صن داونز؟ الوداد برضه بصراحه. برضه؟ كنت شايف الوداد احسن. ما مش عارف، اللعب في جنوب افريقيا مش احسن حاجه يعني. اه. نرجع تاني لكرة اليد. كأس العالم للأندية إن شاء الله، مشاركة النادي الأهلي وتدعيماته فيها، شكل طموحاتك في هذه البطولة، طموحات الفريق في هذه البطولة، نقدر نوصل لحد فين في هذه البطولة إن شاء الله؟ والله هو لحد دلوقتي يعني الفريق الوحيد اللي يعني ضامن التأهل هو ماجدبورج، لأن هو حامل اللقب، فغالبا هيبان بقى في الأيام الجاية بطل آسيا. والأهلي معاك طبعا. اه لا والأهلي احنا إن شاء الله يعني. فهيبان في الايام الجايه مين اللي موجود، لكن احنا كان اخر حاجه عملناها البطوله اللي فاتت كان رابع. نتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى موجودين على منصات تتويج البطوله الجايه دي ان شاء الله، ونكرر الانجاز اللي عملناه 2007 قبل كده ان احنا نكون من الثلاث فرق الاوائل ان شاء الله يعني. طيب مهاب، عايز اخدك شويه لمنتخب مصر الاول. انت راجل شاركت مع منتخب مصر الاول، اصبح الناس دلوقتي مع منتخب كره اليد طموحاته بلا حدود. اخر بطوله ليه ما ناخدش كاس عالم، وليه ما ناخدش اولمبيات، وليه ما يعني البطوله نفسها مش بس حتى مركز شرفي. شايف احنا امتى كمنتخب مصر لكره اليد، او ايه اللي ناقصنا، او ايه اللي دلوقتي موجود عندنا يخلينا نقدر ان شاء الله نحقق الانجاز ده في المستقبل؟ والله بص، هو ممكن يكون كاس عالم الاخير دوت يعني كان عليها لود مش طبيعي. الناس يعني احنا مفنشين 7 عالم، الناس عايزاها ناخد اول عالم. ومش ناس عايزاه، لا الناس عايزاه ناخد اول عالم. فده بيبقى كان علينا لود وضغط، وحصل لعب فرق عالميه يعني. الاتحاد ماشي يعني بسيستم واحد، سيستم الاسباني. بعد مستر بروندو ما جه جابوا مدرب اسباني تاني، مدرب اسباني عالمي برضو تاني. فيعني هو الاتحاد ماشي بسيستم كويس، والراجل جاي واضح، وتارجته الاولاني دلوقتي بطوله افريقيا، بعد كده عشان نتاهل الاولمبياد باريس، بعد كده كاس عالم. فالراجل تارجته واضح، ومش عايز برضو يقل عن الاولمبياد اللي فاتت، عايز يعلق ميدالية. فيعني احنا ماشيين بسيستم واحد، فيعني ان شاء الله يعني نقدر نحقق ده باذن الله. طب كابتن محمد، ده هو نفس السؤال، انا بكلم بقى واحد كابتن تاريخ المنتخب المصري. رجلك، كنت اقول لك رجلك، ايدك لسه ما بردتش يعني، لسه راجل معتزل مؤخرا. امتى نبدا نوصل ونشوف الانجازات العظيمه دي؟ احنا هو دايما منتخبات كره اليد بتعلي طموحنا، يعني بتخلي الاكسبكتيشنز بتاعتنا دايما انه ليه ما ناخدش البطوله، وليه ما نحققش انجاز. نقدر نعمل ده في المستقبل القريب؟ هو احنا اوريدي يعني لو بدانا زي ما حصل مع مهاب كده، ان اي موهبه عندنا طالعه كويسه ان هي تسافر، زي مهاب، زي حسن، زي الدرع، زي يحيى خالد، زي دودو سند. كل ما يكبر عدد المحترفين في المنتخب، كل ما تبقى فرص منتخبنا ان شاء الله اقوى واحسن. ليه؟ السفر بره بيخليك متمرس مع اللعب، طول الوقت تلعب مع الناس دي طول السنه، تلعب في وسطهم، فما بتحصلكش الشوك او الصدمه لما تيجي تلعب كاس عالم او اولمبياد او ايا كان. صح. غير لما اللعب هنا في مصر صعب جدا على فكره بالمناسبه. يعني علي زين كان معانا البطوله اللي فاتت دي، هو بيلعب شامبيونز ليج وبيلعب، قال انا يعني مش متوقع الموضوع. هو علي كان معانا اوريدي زمان، بس كان جاي، كان علي موجود هو لعيب صغير، فاللود مش عليه اكتر حاجه. لكن علي المره دي جاي لنا، وجاي لنا وهو نجم كبير، الجماهير كلها حاطه امال عليه. فطبعا اللعب في مصر فعلا صعب، لكن صعب من حاجات كتير، مش كهندبول او كفنيا. فانما ان انت تبقى بتلعب محترف، تلعب في بطوله اوروبا، تلعب في دوري قوي فرنسي او الماني، مختلفه تماما. بالظبط، انت طول الوقت كل المنتخبات اللي بتلعبها منتشرين في الانديه دي. صح. فطول الوقت انت في المستوى ده عايش فيه. صح. بتاكل زيهم، بتشرب زيهم، بتتمرن زيهم، بتلعبهم طول السنه. فلما تروح تلعبهم في كاس عالم انت عارف اوله من اخره، فما بتحصلكش الشوك او الصدمه
اللي هي تخسرك ماتش او اتنين طبعا ما تفوق منهم تكون انت بتلعب على العاشر ال 14 صح. فهو ده يعني ان شاء الله مهاب طالع حسن طالع عندنا بتاع بنتكلم في 10 لعيبه محترفين دلوقتي ان شاء الله لما نوصل نبقى عندنا مثلا 20 لعيب محترف انت بالسكواد بتاعك كله محترفين وحتى اللي بره السكواد محترفين ساعتها ممكن نبدا نتكلم ان احنا نبقى ابطال عالمي صحيح كابتن محمد الموضوع مش بعيد يعني كابتن محمد حقيقي نورت وشرفت وحقيقي الف مليون مبروك على النادي الاهلي السنه دي من انجازات عظيمه يعني انا اتشرفت بيك اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد مهاب نورت الدنيا واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ربنا يخليك يا كريم اتشرفت باستضافتك الجميله دي اشكرك شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن رامي عادل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مره اخرى شرفني ونورني في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن رامي عادل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق كابتن رامي منور الدنيا حبيبي يا كريم منور إيه؟ منوره بيك طبعا يعني متشرف جداً. متشرف بيك جدا بوجودي معاك طبعا مبسوط ان انا إيه؟ معاك النهارده لا شكه بعيده يعني لا يا باشا ما نجيش فيك حاجه لا في حته ثانيه مش فيك حاجه عامل ايه طمني عليك حبيبي كله كويس كله كويس كله كويس الحمد لله النهارده الوداد خلاص في نهايه دوري ابطال افريقيا انت بقى مع الفريق اللي كان عايز الوداد ولا مع الفريق اللي كان عايز صن داونز والله السؤال ده محير جدا خلي بالك لان هو الموضوع انت برضو في هنا طار وفي هنا طار صار كوره يعني كوره الوداد كسبك السنه اللي فاتت في الفاينل بالظبط في الفاينل وصن داونز الخمسه موضوع الخمسه طبعا يعني انا كنت مقسوم نصين كده بين ان انت عايز تلعب الوداد عشان القصه بتاعت الفاينل دي وان انت بتلعب صن داونز طبعا عشان موضوع النتائج دي طبعا صعبه جدا طب سؤال فنيا انت الوداد كانت هتبقى احسن لك ولا صن داونز كفريق بقى سيبك بقى من النتائج خالص لكن احنا ما لعبناهمش والله بص برضو لما تيجي تحسبها هتلاقي الموضوع فيه هنا حاجه وفيه هنا حاجه صن داونز انت الريتم بتاعهم عالي جدا ومقرفين جدا هتتعب معاهم جدا الوداد ليهم بقى اللعب بتاع شمال افريقيا انت عارف الضغط النفسي اللي بيضغطوه عليك والقصه دي يعني بس ممكن كنت مايل شويه ان الاسهل يكون الوداد يعني انا كان بالنسبه لي شويه ان ممكن يكون الاسهل الوداد شويه كفرقه هي ممكن تبقى اقل شويه من صن داونز بس كده هتعرف برضه تتعامل معاك يعني انت عارف برضه هما بيتعاملوا ازاي بقى الموضوع مش سهل برضه في الفرقتين يعني بس الوداد فرقه لو فرقت المباراه النهارده وحتى المباراه الماضيه عندهم نقطه قوه واضحه جدا يا كابتن رامي الكرات الثابته الكرات الثابته والعرضيه المتحركه يعني هنا او هنا هي الفرقه بتاعت شمال افريقيا كلها كده معروفه يعني احنا المغرب تحديدا والله بص انا كنت على طول يعني انا هقول لك على واقعه مثلا الناس دي كانت متمرسه جدا انا مثلا وانا في منتخب الشباب احنا كنا بنلعب بطوله في ايطاليا وديه بنلعب منتخب تونس انا الراجل الراس حربه اللي كنت بلعب عليه عادي انا مساك وهو راس حربه ففي بينا عادي يعني مناوشات كده خفيفه انا طلعت في كوره ليا هجمه يعني كورنر لينا هو رجع مدافع معايا هو عمل ايه هو الكره اتلعبت جوه ال 18 ساب الكوره ولعب دماغي يعني هو قاصد هو مش بيفكر في حاجه غير ان هو سايب الكوره واكنه بيلعب الكوره بس بيلعب دماغي هنا في الجنب فنزلني على الارض فسبحان الله من ساعتها غير كنت اسمع مثلا الاسماعيلي لما كانوا بيروحوا يلعبوا الترجي كان في رادي الجعايدي مشهور طبعا جدا طبعا واحد من اهم مدافعين الترجي في عارف انت الكريمات بتاعه التسخين اللي هي زي الموف الحاجات دي اللي هي بتبقى حاميه جدا دي بتعملها على العضل عشان تسخن عضل ده كان بينزل بيها في ايديه في كورنر او في كره ثابته او حاجه بتك بتلاقيها في عينك فالناس دي بص الناس دي كان على اسطوره تونس ده انا بكلمك في حاجات يعني بص الناس دي في حته تانية في الحاجات دي لا يعني هم متخصصين بقى باي طريقه وشفنا على فترات كبيره جدا في لما بنيجي نلعب الفرق ديت لا يعني اقويه جدا في الكرات الثابته اقويه جدا يعني سيبك بقى من الحاجات دي كلها بس هم التكنيك بتاعهم في الكرات العرضيه كابتن رامي لما تشوف النهارده الكره اللي جه منها الهدف الثاني للوداد اللي سجلها لاعب صن داونز في مرمى الكواليتي بتاع العرضيه جوده العرضيه لا تخلي اي لاعب هيلمسها جول انت بقى المنافس لعيب بتاعك هيجيبها جول هم بيعملوها بشكل كويس قوي انت بص على هقول لك برده ان هم مميزين فيها انت عندك مين اكتر حد مميز فيها في النادي الاهلي علي معلول انا كنت لعبت مع واحد اسمه اسامه كان تونسي يعني معظم الناس دي هي سبحان الله عندهم مميزين جدا فيها كمان بعدين شمال افريقيا وبعدين انت كمان لما تبقى مميز في حاجه انت ممكن كفرقه يبقى عندك حاجتين انت مميز فيها ومركز فيها ان هي دي بتكسبك والكرات الثابته واحده منهم لو انت عندك يعني متمكن في الكرات الثابته جامد جدا تكسبك مباراه عادي خالص في مدربين كتيره جدا بيلعبوا على الاوت مش في مدربين بيركزوا طبعاً. جدا في الاوت طبعاً. يعني كابتن طارق العشري عنده الاوت ده مهم جدا صح.
وبيجيب منه أهداف. فهي حاجة واحدة ممكن تبقى أنت عندك متمكن فيها جدا تكسبك بتنميها ماتش. بتنميها بشكل عالي. طيب بالزبط. أنت من الناس القلقانة بقى اللي الناس النهاردة بتتكلم الوداد يا جماعة هيبقى صعب والأهلي هيخسر والأهلي مش هيقدر يجاري الوداد والماتش في ملعب محمد الخامس العودة هيبقى صعب، انت من الناس دي ولا انت من الناس اللي واثقه في النادي الاهلي؟ لا متفائل وواثق جدا الفتره دي بالذات. يعني ممكن لو رجعت كده ورا شويه لا كنت اقول لك البدايات بتاعت كولر شويه كان في تذبذب شويه. يمكن النادي الاهلي بقاله فتره كبيره ماشي بشكل كويس، الاداء كويس، في تناغم كبير جدا بين اللعيبه، اللعيبه بدات تفهم بعض اكتر، عندك نظافه شباك بشكل كويس جدا. يمكن كذا مباراه انا مش عارف العدد قد ايه، كل المباريات ما بعد مباراه سان داونز حوالي 8 ماتشات مثلا ما دخلتش فيه غير هدف واحد. هدف واحد. فالموضوع لا الموضوع ماشي بشكل كويس، وهو الراجل بيطور من اداء الفرقه بشكل كويس ومخلي فيه تفاهم كبير قوي بين اللعيبه وبعضها. الحته الدفاعيه بقت شكلها كويس قوي في النادي الاهلي، نص الملعب الطرفين بالراس الحربه، فالموضوع لا مختلف. يعني اعتقد ان الفتره دي الاهلي يعني لا الواحد مطمن بصراحه. مطمن. مارسيل كولر غير ايه في النادي الاهلي؟ يعني انا حاسس ان مارسيل كولر على مستوى الافراد على مستوى الشكل الجماعي، انت شايف مارسيل كولر غير ايه في النادي الاهلي؟ او معجب بيه ولا شايفه لسه ما قدمش؟ لا لا كويس، لا معجب بيه. انا شايف ان شخصيته شخصيه، طبعا انا بحب المدرب الشخصيه دي نمره واحد، طبعا مدرب كويس بالنسبه لي شخصيته كويسه دي البدايه طبعا. هو بدا يفهم الفرقه وبدا يعرف امكانيات الفرقه كويس جدا، وبدا يعني خلاص اللعيبه بدات تاخد ثقه فيه وهو بدا ياخد ثقه في اللعيبه. حط ايده على الناس اللي هي الاساسيه اللي في الفرقه، الناس اللي هي هو عنده حاجه كويسه كمان حته تدوير اللعيبه دي، بيقدر يريح اللعيبه بشكل كويس، بيقدر يدور اللعيبه بشكل كويس، بقى فيه خلاص تفاهم، بقى فيه مجاميع كده خلاص معروفه مع بعض ان هي بتلعب مع بعض ثلاثات في حته جزء معين قدام في ثلاثه بتوع نص الملعب، فخلاص الموضوع بقى حلو. حته المجاميع دي عشان انا عايز دلوقتي اتكلمت بصيغه مدرب. ايوه اشرحها للناس اكتر يعني. لا انا بتكلم مثلا على الثلاثه اللي قدام مثلا خلاص بقى متفاهمين جدا. انت لو بصيت على اهداف الكهرباء اليوم بالتحركات بتاعتهم، لو بصيت على اهداف النادي الاهلي الفتره الاخيره دي هتلاقي بيرسي تاو شحات كهرباء، هتلاقي ده جايب له ثلاثه، ده عامل اثنين ليه مثلا، بيرسي تاو جايب ثلاثه عامل اثنين مش عارف للشحات ولا الكهرباء، فده التناغم والتفاهم اللي خلاص بقى بينهم وبين بعض. صح. الثلاثه اللي ورا كمان مروان عطيه في وسط الملعب، يعني مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي بالظبط الثلاثه دول خلاص ما شاء الله. طبعا مع عمرو السوليه برده ما نقدرش يعني نغفله يعني. يعني بكلمك على الثلاثه الاساسيين بالظبط يعني دول شويه دول شويه الناس الاساسيه. طبعا مروان بقى حاجه ما شاء الله يعني ربنا يحفظه يعني بقى حاجه طبعا مفاجاه. على مستوى مروان عطيه لما يجي نادي الاهلي؟ لا خالص بصراحه خالص. بصراحه لا بص انا عاجبني في حاجه كويسه قوي بتكلم مع اي حد فيها، هو ما بيعملش اي حاجه فيها تأليف جوه الملعب. انا لو بيني وبين لاعب خطوتين هو بيبصيها. يعني هي دي اكتر حاجه عجباني فيه بصراحه. وهو طبعا عنده ما شاء الله حته القطع، هو بيقطع كويس جدا. صح. وبيفسد هجمات كتير قوي الفرقه الثانيه، يعني حتى الهدف هو اللي قطع كوره ولعبها فجت جول. بيرسي ده البيرسي تاو بيرسي ده فهو عنده الحته دي بصراحه مميزه جدا يعني. بس انا لا ما كنتش متابعه قوي قبل كده في الدوري المصري، ما كنتش متابعه كده. بس هو بصراحه فاجئني جدا بمستواه يعني. الاهلي قدام الترجي مباراه الذهاب والعوده، الذهاب 3-0 والعوده بهدف ومستوى رائع جدا في المباراتين. الناس تقول لك اصل الترجي اللي ضعيف جدا، الترجي كان ضعيف جدا والاهلي اللي كان قوي جدا. الاثنين يعني انا الترجي طبعا مش الترجي بتاع زمان، مش الترجي الذهبي يعني بتاع الاجيال الذهبيه والماتشات اللي هي كانت بتبقى صعبه ان انت تكسب الترجي 3 في ملعبه، ده برده يعني مش سهله برده يعني مش ماتش سهل يعني. بس الاهلي برده الاهلي مركز جدا الفتره دي وبيأدي كويس قوي، ويمكن لو برده لاعب الترجي وهو اقوى من كده كان برده عمل نتيجه كويسه، لان هو الاهلي بصراحه الفترات دي بيمر بفترات كويسه جدا يعني جدا جدا. طيب جداً. انا هسال الكابتن رامي عادل بس هنروح لفاصل الاول، بس هشيل السؤال معاه يعني. الاحسن النادي الاهلي في المباريات القادمه في الدوري انه يبدا يريح لعيبه مارسيل كولر، ولا يسيب اللعيبه الاساسيه تفضل يزيد الانسجام بينها اكتر قبل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد؟ نسمع اجابه الكابتن رامي عادل بعد هذا الفاصل، خليكم معانا. لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن رامي عادل. سالته قبل الفاصل قلت له لو انت مكان مارسيل كولر تبدا تريح لعيبه في مباريات الدوري القادمه قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، ولا تشارك القوام الاساسي عشان ياخدوا انسجام اكتر قبل هذه المواجهه، تختار ايه؟ اختار ان انا اريح اللعيبه بحسابات يعني. حلوه دي. بص القصه اصلا دلوقتي بقى فيها تطور كبير جدا، بقى في اجهزه بتقيس يعني المجهود بتاع اللعيبه وده يقدر يلعب قد ايه وده ما يقدرش يلعب قد ايه ومين مجهد مين مش مجهد، فالقصه دي اكيد علميا في ناس هتبقى متدخله فيها جدا.
وهو كمان الموضوع يعني هيبقى سهل جدا ان انت في الماتشات حسب الماتشات انت ممكن تبدا. انا لو مكانه هبدا بالقوام الاساسي, ولو في لعيبه قريبه من لعيبه وانا عندي لعيب اساسي مجهد هريحه طبعا, بس لو مش مجهدين هبدا بالقوام الاساسي وحسب الماتش حسب سير المباراه. لو لقيت الماتش الدنيا سهله والماتش خلصان من بدري هبدا طبعا اريح اللعيبه اللي عندي وهدور لعيبه كتير جدا طبعا. لان يعني هقول لك جمهور الاهلي بيقول لك ايه, يقول لك طب يا عم علي معلول ممكن يلعب حتى لو مش ورق, بس لو اصيب مفيش بديل جامد في الاهلي دي. لو مثلا محمد عبد المنعم اصيب مفيش بقى كهربا, لو اصيب يعني ان شاء الله ربنا يمنع عنهم كل شر قبل المباراه باذن الله. بس ده القلق, اكيد القلق ده بيبقى موجود عند الجهاز الفني ولا ايه؟ ماشي, بس القلق برضه انا بقول لك الكلام في بدايه الكلام علميا في ناس متخصصه في الكلام ده, هي اللي بتقول ان علي يقدر يلعب ولا لا. لا كابتن عمر انا بكلمك في لا قدر الله كسر, ما لا قدر الله ربنا يرحمه, الاصابه دي هتجيله في التمرين. ما هو خلاص يقعد في البيت. لا دي قصه ثانيه. ما هو خلي بالك في لعيبه كتير جدا بتتصاب في التمارين اكتر, ممكن يلعب ب 20 ماتش طول الدوري مثلا وما يحصلوش حاجه ويتصاب في التمرين. وفي التمرين بيتصاب في ناس يعني بيحصل لها اصابات قويه جدا وهو اصلا ما بيعملش حاجه. بيبقى بينط من فوق حاجز وتلاقيه جاله رباط صليبي لا قدر الله. فهي ملهاش حسابات, ما بتتحسبش كده خالص يعني. طالما انت في الملعب بتمرن ملهاش حسابات. مين اكتر لعيب معجب فيه في النادي الاهلي الفتره الاخيره, يعني عجبك مستواه عجبك التطور اللي عنده؟ يعني عشان مركزي شويه يعني عجبني محمد عبد المنعم جدا طبعا الفتره دي ما شاء الله. بس شويه بخاف من ثقته الزايده, يعني هو لعيب هايل جدا وكورته حلوه قوي وعنده قوه وسرعه ما شاء الله والتحامات هايل, بس ساعات بيبقى عنده تكات كده بحس بخاف انه يعني يوصل لمرحلة التعالي على الكرة سنة, بقلق منها سنة. بس هو ممكن ما تكونش عنده ممكن تبقى دي طبيعته بس أنا ببقى قلقان من دي شوية. بس عارف من الحاجات اللي هي بيقولوا لك عليها مثلا إيه, إنه محمد عبد المنعم عنده غرور, ما ممكن تبقى ثقة حلوة يعني. أنت عايز اللعيب المدافع الهادي يعني. أنا بحب كده, أنا بحب دي جدا. وأنت كنت كده. أنا بحب دي جدا. أنت كنت المدافعين الهاديين مش اللي هو بيتخض ويروح رامي الكورة وبتاع وتبني لعب بالراحة. أنا بحب لعيب الكورة المدافع اللي يبقى لعيب كورة جدا بصراحة. لأن أنا فعلا زي ما أنت بتقول أنا كنت حياتي كلها أنا بحب أكمل من على الطرف وأوصل لنص الملعب وألعب. فأنا بحب جدا كده. يعني عشان الناس بتقيسها إنها ثقة زيادة أو غرور, وهو ممكن يكون أصلا هادي يعني. لا مش مخضوض يا جماعة, ده في كرة المباراة اللي فاتت لو شفت مباراة الترجي اللي فاتت في كرة هادي فيها ورقص كده ورا وبتاع. دي واحدة. وفي واحدة تانية عند منطقة الجزاء اللاعب داخل جنبه هو بيسلمها للي جنبه بهدوء جدا جوه منطقة الجزاء, واحد تاني يطلعها كورنر يطلعها اوت وهو هادي. ما لا هو عنده هدوء غريب يحسد عليه يعني. وبعدين أنا بقول لك أنا كنت متابعه من وهو في سموحة. هو ما شاء الله كان بيعجبني جدا يعني, هو طول عمره هو كده. يمكن كمان ازداد ثقه اكتر لما لعب في النادي الاهلي, تقل جدا وبقى حاجه طبعا مختلفه تماما يعني. بس انت قلت كلمه كويسه, هو الهدوء اللي هو او الثقه اللي هي الحلوه دي. ايوه اللي انت تبقى عايزها في المدافع مش المدافع اللي بيتخض بس. بالظبط كده. يعملك مشكله اكيد. في مدرب بيكلمه لو شايف ان هو عنده الحته دي اكيد هيكلمه فيها يعني. ثنائيه مين بتعجبك اكتر, محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ولا محمد عبد المنعم ومحمود متولي؟ محمود متولي دي بتعجبك اكتر. ليه بقى بتعجبك اكتر؟ بحس ان محمود متولي برضو عنده الحته بتاعه اللي هي الخروج بالكوره برضو كده يعني. هو برضو بيعجبني كلاعب, هو بيعرف يلعب في نص الملعب لعيب بتاع كوره يعني. فغير ياسر شويه. ياسر طبعا لعيب كويس جدا, بس يمكن هو شويه متولي احسن في الحته دي في الخروج بالكوره من ورا اكتر شويه. كهربا عمل حاله في الهجوم النادي الاهلي في وقت كان فيه انتقادات كثيره جدا لهجوم النادي الاهلي. كهربا عمل حاله, ملاحظها؟ اكيد طبعا. كهربا برضو مفاجئنا كلنا بصراحه. كهربا من لعيب عنده مشاكل كبيره جدا وبيروح اعاره هنا ما بينجحش وبيمشي وبيرجع تاني النادي الاهلي وبيغيب طويل 7-8 شهور وبيغيب كتير جدا. انا عجبني جدا فيه ان هو ركز وبعد عن المشاكل وبعد عن كل حاجه وركز في الملعب بس, وهو ربنا كرمه عشان ركز في الملعب بس. انت هتركز في اي حاجه ثانيه غير الملعب مش هتبقى مستواك كده. هو بصراحه ركز الفتره فات جدا واشتغل على نفسه, وبرده النادي الاهلي ساعده بصراحه. النادي الاهلي واقف جنبه جدا في عز مشاكله في ازمته اللي فاتت دي. فلا هو بصراحه يعني هاي الفتره دي بصراحه مأثر جدا في هجوم النادي الاهلي. انت كان عندك الفتره اللي فاتت دي مفيش تهديف يعني. الاهداف كانت قليله جدا. هو فرق مع النادي الاهلي في الحته دي قوي بصراحه يعني. بالتاكيد كابتن رامي انت حقيقي شرفت ونورت. الله يخليك. وحقيقي الحوار معاك دايما ممتع جدا. انا بشكرك. حبيب شكرا حبيب جزيلا. سعيد ان انا شفتك النهارده جدا حبيبي. اتشرفت بيك. شكرا جزيلا. ده كان ختام لقائنا مع الكابتن الكبير رامي عادل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق, وايضا ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اشوفكم يا رب على خير.